بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. اليوم اللي حد هيطلع فيه مع حضراتكم على شاشتكم، على شاشة قناة النادي الأهلي، ويقول لكم أنا زهقت من البطولات وكفاية بطولات، أنا باخد كل يوم بطولة، لازم تعرفوا أن الراجل ده ما بيشجعش النادي الأهلي أو ما بيحبش النادي الأهلي، ويجب أن يكون خارج منظومة النادي الأهلي. ليه أنا بقول الكلام ده؟ لأنه في ناس كتيرة جدا، إحنا النهاردة فزنا ومبروك وألف مبروك للأهلي استمرار النجاحات في هذا الموسم. هذا الموسم الحقيقة اللي فيه نجاحات رياضية كبيرة جدا جدا في ألعاب الصالة وفي كرة القدم حتى الآن، 3 بطولات. ربنا يسهل ونكمل على خير. ولكن عمري في حياتي ما أنا هطلع ولا غيري من إعلاميين اللي بيحبوا النادي الأهلي يطلع يقول لحضراتكم أنا زهقت من البطولات، أنا مش هتكلم على البطولات، أنا يعني زهقت بقى من البطولات. لأنه أنا شخصيا كأهلاوي أتمنى أن كل يوم أطلع، لو أقدر كل شوية، لكن لو كل يوم أطلع مع حضراتكم وبارك لكم على بطولة جديدة بناخدها، أتمنى أن ده يحصل كل يوم ويوميا، ويعني لو كل ساعة أقدر أعمل كده أعمل كده. فألف ألف مبروك للنادي الأهلي استمرار هذه النجاحات، نجاحات هذا الموسم الرياضي الكبير، والرجال كرة السلة النهاردة بيتوجوا للمرة 7 في تاريخهم والثانية على التوالي ببطولة دوري السوبر السلة بعد الفوز على نادي الاتحاد الكبير 72-70 في مباراة حماسية وقوية، مباراة على أحلى ما يكون، مباراة ما بين الكبيرين في كرة السلة أهلي واتحاد، منافسة كبيرة جدا من فريق محترم عنده رئيس نادي محترم الحاج محمد مصلحي، اللي بقول له هارد لاك الحقيقة للاتحاد السكندري. ولكن على الجانب الآخر ألف ألف مبروك لمنظومة النادي الأهلي، ألف مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي، ألف مبروك لكابتن خالد العوضي والنشاط الرياضي كاملا، استمرار هذه النجاحات والتفوق في مختلف الألعاب، ولا يزال الموسم مستمر. خلي بال حضراتكم، ولا يزال الموسم مستمر، عمرنا ما هنزهق. جمهور النادي الأهلي ومحبين النادي الأهلي وعشاق النادي الأهلي ومشجعين النادي الأهلي ما بيزهقوش أبدا من البطولات، بالعكس احنا النهاردة هو سلة رجال، امبارح ايضا سلة سيدات. هل احنا زهقنا؟ عمرنا ما زهقنا ولا هنزهق، وهنفضل كل يوم نطالب كل من له علاقة بالنادي الاهلي، بنطالب مجلس الادارة ان هو يعمل افضل حاجة عشان نكسب بطولات، بنطالب النشاط الرياضي ان هو يعمل افضل حاجة لكل الالعاب عشان ناخد كل البطولات اللي بنلعب فيها. على الجانب الآخر في كرة القدم زي ما حضراتكم شايفين 3 بطولات حتى الآن، والبقية تأتي، اللي جاي لسه هنشوف إيه اللي هيحصل وعدد البطولات اللي هنقدر ناخدها خلال الفترة اللي جاية. لكن مرة تانية بهني رجال كرة السلة على هذا على هذه الملحمة الكبيرة جدا جدا اللي عاملينها، الله يكون في عونهم. وهقول لكم ليه النهاردة الله يكون في عونهم، لأنهم تعبوا بيلعبوا تقريبا في الفترة اللي فاتت، لعبوا عدد كبير جدا 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 من المباريات في الفترة الأخيرة، وبالمناسبة هم مسافرين يوم الخميس إن شاء الله علشان يلعبوا في بطولة البال، وبالتالي مباريات كبيرة جدا وصعبة جدا، بتلعب فريق زي فريق الاتحاد السكندري، بتلعب فريق زي الزمالك، بتلعب فريق زي الجزيرة، بتلعب فرق قوية جدا جدا جدا، وبعدين تطلع من هذه المباريات يا دوبك تريح يوم او اتنين، وهتسافر على رواندا ان شاء الله عشان تكمل بقيه بطوله البال. ان شاء الله ربنا يكرمنا ونستطيع ان نفوز بهذه البطوله. الف الف مبروك لرجال كره السله، الف مبروك، شرفتونا، ودايما بنبقى سعداء بهذه الانتصارات. وجاستي بوش المدير الفني لكره السله عامل شغل رائع، عامل أداء رائع، عامل عظمة منذ أن جاء النادي الأهلي، وهذا الرجل له بصمة واضحة جدا جدا على كل بطولات كرة السلة حتى الآن. ربنا يكرمه ويكمله على خير. بالمناسبة النهاردة هنحتفل في الجزء الأول من هذه الحلقة
برجال كرة السلة. احنا مستنيين بس نشوف مين اللي هيخلص هنا الصالة جنبنا، خلصنا احتفالات هناك ان شاء الله نجيبهم كلهم الحقيقة. يا ريت، انا اتمنى يعني ان القعدة دي كلها تبقى كلها رجال كرة السلة نحتفل بيهم ونبارك لهم على الهواء مباشرة. هنشوف مين اللي جاي وان شاء الله هيكونوا معانا ونحتفل مع جمهور النادي الاهلي ببطوله السوبر لكره اليد. كابتن الخطيب لكره السله طبعا. كابتن معلش العاب كتير والحمد لله البطولات كتير، نتمنى ان ربنا يزودها وزياده ان شاء الله. كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي بيهنئ لاعب السله وجهازهم الفني والاداري والطبي ببطوله دوري السوبر. حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي على تهنئة لاعبي الفريق الأول لكرة السلة وجهازهم الفني والإداري والطبي بمناسبة الفوز ببطولة دوري السوبر بعد أسابيع قليلة من حصول الفريق على بطولة الكأس، وعبر عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون وجهازهم الفني على مدار الموسم، وتقديم مستويات فنية وبدنية متميزة ساعدت الفريق على الجمع بين بطولتي الدوري والكاس. أشاد الكابتن محمود الخطيب بالروح العالية لكل عناصر الفريق وتكاتف منظومة العمل والحرص الشديد على استمرار مسيرة الانتصارات وإسعاد جماهير النادي الأهلي، وقال إن هذا الفوز يضاعف من مسؤوليات الفريق وجهازه خلال الفترة القادمة والتي تحتاج إلى بذل الكثير من الجهد لحصد المزيد من البطولات المحلية والقارية. ألف ألف مبروك لرجال كرة السلة مرة أخرى، زي ما حضراتكم شايفين حاجة رائعة جدا جدا. كابتن محمود ورئيس الاتحاد والحاج محمد مصلحي وكابتن سيف سمير ومجموعة العمل وأعضاء اتحاد كرة السلة متواجدين، وألف ألف مبروك ليهم وألف ألف مبروك لهذا النجاح الكبير والباهر لاتحاد السلة، وألف ألف مبروك للنادي الأهلي ولمجلس إدارة النادي الأهلي على هذا الأداء الرائع. مرة أخرى حابب أن أنا أهني كابتن خالد العوضي على الهواء مباشرة. خالد العوضي، اشمعنى خالد العوضي اللي بقعد أهنيه؟ خالد من أن كابتن خالد العوضي يعني مدير النشاط الرياضي في النادي الأهلي. الحقيقة خالد بيحاول دايما أن هو يكون أو يعمل كل حاجة بتوكل ليه من مجلس الإدارة علشان يقدر يسعد جمهور النادي الأهلي. فبالتالي خالد العوضي، ما بقول خالد العوضي يبقى كل اللي موجودين في النشاط الرياضي، لما بقول كابتن محمود الخطيب يبقى بقول كل أعضاء مجلس الإدارة. هل أحد أو في حد ما ينكرش دور الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي في ما حدث من تطور واضح في ألعاب الصلاة؟ محدش يقدر ينكر هذا الكلام. هل في حد ينكر الدور الكبير اللي بيقوم بيه أستاذ خالد مرتجي أمين الصندوق في الطفرة الكبيرة جدا اللي بتحصل في كل ألعاب الصلاة؟ محدش يقدر يتكلم في هذا الأمر. حد يقدر ينكر دور الأستاذ طارق أنديل؟ حد يقدر ينكر دور الدكتور محمد شوقي؟ حد يقدر ينكر دور الدكتور محمد سراج، الأستاذ محمد الجرحي، الأستاذ محمد الضماطي، كابتن حسام غالي، دكتور مهند مجدي، كابتن مي عاطف، كل مجموعة العمل؟ ويتبقى أستاذ محمد الغزاوي رئيس اللجنة العليا لتنظيم بطولة كرة أو لبطولة كأس الكؤوس لكرة اليد اللي حضراتكم بتتفرجوا عليها على شاشتكم على شاشة قناة النادي الأهلي. كل واحد فيهم له دور كبير جدا جدا ومهم جدا فيما وصل إليه أو وصلت إليه ألعاب الصلاة. وبالتالي لما أقول كابتن محمود الخطيب يبقى مجلس الإدارة بالكامل، لما أقول كابتن خالد العوضي يبقى كل المجموعة كاملة، لما أقول دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي يبقى كل المجموعة الإدارة التنفيذية اللي موجودة، كل الناس الحقيقة لها دور يمكن حضراتكم ما تبقوش شايفينه قوي، ولكن مجموعة العمل في النادي الأهلي تستحق إشادة كبيرة جدا جدا على اللي بيحصل، من أول كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي لأصغر لاعب في النادي، كلهم يستحقوا الإشادة. قبل ما أشيد بدورهم في كل حاجة، حابب أن أنا أشكر العائلة الكبيرة، عائلتنا، العيلة بتاعتنا، جمهور النادي الأهلي.
جمهور النادي الاهلي له دور كبير جدا جدا في كل هذه النجاحات. الفرحه اللي احنا بنفرحها عشانكم وبيكم. الفرحه اللي احنا بنشوفها بنبقى عايزين نوصل لهذه الفرحه علشان نفرح جمهور النادي الاهلي والشباب الصغير والشيوخ الكبار والسيدات الفضليات اللي بيحبوا هذا النادي الكبير والعريق. لما تيجي تتكلم مع اي حد من لاعيبه النادي الاهلي في كل الالعاب، كره من اول كره القدم لغايه كل الالعاب، هتلاقيه يقول لك جمهور النادي الاهلي، هتلاقيه يقول لك انا بعمل اي حاجه عشان خاطر 80 90 مليون اهلاوي. هتقول لي انت كل شويه هتزود لي، مش كانوا 70 75؟ اه، ما هو احنا مصر زادت بقت 110 ولا 120 تقريبا، فال 120 اكيد ال 20 اللي جم زياده منهم على الاقل، مش هقول يعني على الاقل 10 ولا 15 اهلاوي، 10 ولا 15 مليون يعني اهلاوي. فبالتالي العدد بيزيد، اه الاهلاويه بيزيدوا وسط هذه النجاحات. الطفل الصغير لما يبقى طالع ما يعني ما هو هيشوف ايه؟ هيشوف النادي الاهلي بيكسب بطولات فهيشجع النادي الاهلي. عشان كده شكرا لجمهور النادي الاهلي، بشكركم جدا جدا جدا، اولا على الكلام اللي حضراتكم بتقولوه على قناتكم خلال هذه الفتره، بشكركم جدا جدا والله بجد. بمنتهى السعاده وبمنتهى الفخر بكونوا ولو جزء بسيط، مش انا مش بتكلم على نفسي، انا بتكلم على مجموعه عمل كبيره جدا 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 جدا، اكتر من 600 موظف موجودين كلهم بيسعوا لهدف واحد فقط، وهو ان احنا نبسط جمهور النادي الاهلي. نبسط جمهور النادي الاهلي ازاي؟ كل شويه الاقي حد جاي لي يقول لي هنعمل كذا، بنخلي كذا، من اول الاستاذ ايهاب الخطيب، الاستاذ باسم عزمي، مجموعه العمل، المهندس احمد، كل الناس اللي موجوده الحقيقه في القناه كلهم لهم دور كبير جدا جدا في كل شيء. كل شيء، مجموعه العمل اللي موجوده، الناس اللي واقفه ورا الكاميرات اللي لا تكل ولا تمل عن دورها اللي بتعمله دايما في كل شيء. فأنا سعيد جدا جدا بسعادة جمهور النادي الأهلي، ومبسوط جدا جدا بانبساط جمهور النادي الأهلي، وكل اللي عليا إن أنا أعمله، مش أنا، لما بقول أنا يبقى مجموعة العمل كلها، كل اللي علينا إن إحنا نعمله هو حاجة واحدة فقط، على قد ما نقدر نحاول نسعد حضراتكم، ونحاول أن نقدم ما يليق بالنادي الأهلي وباسم النادي الأهلي وبجمهوره، ولو عملنا حاجة ولقينا عليها بعض الانتقادات بنشيلها. بنشيلها، ما تفرقش معانا. حتى لو بتجيب ايه؟ احنا عارفين مسؤولياتنا كويس جدا، وعارفين احنا بنمثل مين. بنمثل النادي الاهلي. اعظم نادي في الكون، واعظم جمهور في الكون. زعلانين من حاجه؟ نشيلها، اللي بعده. عايز بس حضراتكم واحنا بنتكلم في هذه الامور، وانا اسف ان انا بدخل حضراتكم، ولكن الحقيقه الفرحه حلوه، السعاده حلوه، ان انت تبقى مبسوط تبقى احسن حاجه في الدنيا، فما فيش مانع ان احنا نتصارح مع بعض، ان احنا المنافسه ازاي كانت من سنتين ثلاثه ودلوقتي بقت عامله ازاي؟ المنافسه من سنتين ثلاثه في العاب الصالات كانت صعبه جدا، في كل العاب الصالات. شوفوا دلوقتي الفرق، لان عندك مجلس اداره عايز ينجح وعايز ما يعملش حاجة غير ان هو يبسط جمهور النادي الاهلي مهما كانت التكلفة ومهما كانت الاقتصاديات اللي بيخشوا فيها كمجلس ادارة علشان يقدروا يدفعوا لمجموعة اللاعبين اللي حضراتكم شايفينهم دول، ان هم مكافآت وعقود وحاجات كتيرة جدا جدا جدا، ولكن في النهاية شيء واحد فقط، ازاي اقدر اخد البطولة عشان اقدر اكسب هذه البطوله واسعد حضراتكم جمهور النادي الاهلي. والله هذه هي الفكره اللي بيشتغل عليها مجلس اداره النادي الاهلي كاملا دايما، كلهم الحقيقه من اكبر واحد فيهم لاصغر واحد فيهم، الهدف هو اسعاد و تخليك كده كاهلاوي فخور بناديك وباللي بيحصل في ناديك، ودايما البطولات هي اللي بتخليك مبسوط وسعيد. عشان كده بقول لحضراتكم النهارده طول النهار الحمد لله الامور كلها حلوه،
كسبنا في كرة اليد سيدات وتأهلنا، كسبنا في كرة السلة رجال وفزنا ببطولة السوبر لكرة السلة رجال. وكل هذه الأحداث كانت مذاعة على قناتكم، على قناة النادي الأهلي. وأيضا منذ قليل انتهت مباراة النادي الأهلي في بطولة كأس الكؤوس لكرة اليد رجال، وقدرنا ان احنا نفوز ونصعد الى الدور اللي بعد كده، وبالتالي كل حاجة موجودة مرة تانية وتالتة ورابعة وخمسة. شكرا لمجلس إدارة النادي الأهلي على كل هذه المساندة، شكرا للمهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن لايف اللي بالحقيقة وشركة ورئيس مجلس إدارة شركة استادات اللي بيبقى له دور كبير جدا جدا في نقل كل هذه الأحداث على شاشة قناتكم قناة النادي الأهلي. الفرحة حلوة، فواجب ان احنا نقول كل الناس الفرحة دي لا تنسب لواحد ولا لاثنين ولا لحد، لا الفرحة دي بتنسب الحد الوحيد اللي بتنسب ليه هذه الفرحة هو جمهور النادي الأهلي. فرحتكم على دماغنا من فوق، سعادتكم على دماغنا من فوق، أي حاجة بتقولوها دايما بنحطها على دماغنا، لأنه في النهاية وجودنا في هذا المكان هو لصالح جمهور النادي الأهلي أو عشان جمهور النادي الأهلي. لو جمهور النادي الأهلي مش عايزك في هذا المكان يبقى مش لازم تبقى موجود في هذا المكان. فشكرا لحضراتكم على موسم رائع في ألعاب الصلاة، لسه الموسم فاضل له حاجات بسيطة جدا إن شاء الله تخلص خلال الأيام اللي جاية، ونستطيع أن نحتفل في الأسبوع القادم بموسم إن شاء الله إن شاء الله يكون موسم رائع جدا جدا. هو الموسم حتى الآن رائع جدا جدا جدا، لكن إن شاء الله نصل للأروع ونصل للأفضل خلال الأيام القادمة. الحقيقة زي ما قلت لحضراتكم الناس كلها مبسوطة النهاردة، وليه مبسوطين بكرة السلة؟ لأنه أنت بتلاعب فريق كبير، فريق عظيم برضو من عظماء السلة. نادي الاتحاد السكندري ده من العظماء في كرة السلة، اللي ما يعرفش يعني أنا متأكد أن كل الأهلوية عارفين هذا الكلام. فأن أنت بتلاعب الاتحاد وتعمل معاه هذه المباريات، حضراتكم الجيم الأول النادي الأهلي فاز، الجيم الثاني نادي الاتحاد فاز، الجيم الثالث نادي الأهلي فاز، النهاردة الجيم الرابع، الجيم الرابع الحمد لله ربنا كرمنا المباراة 72-70 بيني وبينكو. أنا قفلت التلفزيون في آخر لقطة دي، يعني قفلت التلفزيون بقى لأنه الماتشات بتاعت السلة دي بتتعبني بصراحة، سلة وطايرة ويد كمان كلهم، فقفلت واستنيت لما لقيت بقى الناس مبسوطة وفرحانة وكله عمال يتنطط لأنه 72-70 والحكم رجع يشوف الفار بتاع السلة علشان مش عارف مين عمل ايه، فعايز فدخلنا في موضوع وفضلنا واقفين مستنيين وكلنا طبعا على اعصابنا وحاطين ايدينا على قلبنا واحنا عندنا القلب اساسا. فالحقيقه يعني برضو انا صراحه قفلت التلفزيون لما سمعت الهيصه من تحت، اتبسطت عرفت ان احنا كسبنا، مش مهم بقى ايه اللي حصل واخر ثانيه ايه اللي حصل فيها مش مهم، ولكن قدر النادي الاهلي ان يفوز بسوبر كره اليد، حاجه حلوه جدا. وقد ايه الناس مبسوطه وقد ايه الناس سعيده، وهنفضل مبسوطين البنات اللطاف والشابات الصغيرين والولاد الصغيرين واسر اللاعبين. بالمناسبه الولاد دول والبنات الصغيرين دول متربيين على حب النادي الاهلي، والله بجد عايشين مع انتصاراتهم وبطولاتهم، بيكبروا وهم بيشوفوا الاهلي بيكسب، بيكبروا وهم بيشوفوا اهو يعني بابا بيسلم على رئيس النادي وبياخد بطولة وبيحقق إنجاز. هو ده النادي الأهلي، وهم دول ولاد النادي الأهلي اللي دايما بيكونوا مبسوطين وسعداء. وزي ما حضراتكم شايفين صورة راقية وجميلة، كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الحاج محمد مصلحي، طبعا الحاج محمد مصلحي زعلان جدا طبعا، ولكن رجل الحقيقة محترم ورجل يعني له دور كبير جدا جدا وحريص على التنافس الشريف وعايز يكسب النادي الأهلي، ولكن دايما حب واحترام كبير جدا للنادي الاتحاد السكندري ورئيسه للحاج محمد مصلحي، وما بين الأهلي وكل الأندية، كل الأندية الحقيقة علاقات كبيرة جدا جدا مع النادي الأهلي وعلاقات محترمة وعلاقات تنافسية شريفة. في لقطة قبل المباراة الحاج محمد مصلحي والكابتن محمود الخطيب ماسكين ايدين بعض وداخلين مبسوطين وسعداء، هذه هي الروح اللي دايما بنبحث عنها، هذه هي الروح اللي دايما بندور عليها، هي دي الروح او هي دي الصوره اللي احنا نوريها لاولادنا،
الحاج يقول لي الحاج محمد صلحي زعلان، طبعا زعلان، ولو ما طلعش زعلان كده ده يبقى يعني ما بقاش رئيس نادي الاتحاد، ما يبقاش الحاج محمد مصلحي. ولكن على الرغم من ان هو زعلان، ولكن حرصه على ان هو يبقى متواجد وسط الجميع ويهنئ النادي الاهلي ويهنئ رئيس النادي الاهلي، هو ده الاحترام، هو ده اللي احنا بنعلمه لاولادنا بالمناسبه، الاحترام والتنافس والشرف في التنافس، مش حاجه تانية. احنا مش عايشين، مش هنفضل عايشين طول عمرنا في جو المؤامرات، في جو النسل مش عارف ايه يا خطيب والكلام اللي حضراتكم عارفينه اللي احنا ما بنسمعش غيره. ده شخص واحد بس هو اللي بيعمل كل هذه الامور، لكن زي ما حضرتك شايف كل الامور الاخرى زي ما حضرتك شايف كده، كل الالعاب وكل رؤساء الانديه وكل الانديه عندها علاقات كبيره ومحترمه مع النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين. كابتن محمود في كل حركه، تعالى يا حاج محمد جنبي، الحاج محمد في كل حركه، تعالى يا كابتن محمود جنبي. هو ده اللي احنا بننتظره من الرياضه، هو ده اللي احنا بنعلمه لاولادنا، هو ده اللي احنا بنوريه لاولادنا، هو ده اللي احنا عايزين نعلم. بص اتفضل اتفضل يا حاج محمد، هو ده الاحترام وهو ده الادب ويعني والحاج محمد مصلحي لو كسبان هيعمل كده بالمناسبه يعني. فبجد صوره راقيه وصوره محترمه، اتنين رؤساء انديه على اعلى اعلى مستوى، و الاحترام والأدب والتنافس المحترم هو اللي بيودينا للصورة اللي حضراتكم شايفينها دي. أي حاجة تانية مش عايزين نبص لها. مهما حصل عمركم سمعتوا إن احنا بنتكلم كلمة عن نادي الاتحاد السكندري؟ ولا عمرنا هنتكلم، ولا احنا ولا غيرنا ولا أي أهلاوي بالمناسبة. ليه؟ عشان الشكل اللي احنا شايفينه، الاحترام والأدب والأخلاق. طبعا الحاج محمد مصلحي متضايق على فريقه وزعلان على فريقه طبعا يعني، بس بصوا لعيبه الاهلي بتسلم عليه ازاي وحريصين حتى وهو زعلان ومتضايق، يعني متضايق برضه متضايق، لكن وقف وبيسلم على اللعيبه، واقف معاهم. على الجانب الاخر زي ما حضراتكم شايفين كابتن محمود الخطيب يعني فرحان ومبسوط وسعيد بولاده، يعني كل حاجة حلوة الحمد لله. وجاستي برضو زي ما حضراتكم شايفين ما بقاش أسباني، بقى حاجة تانية يعني، بقى مصري أسباني مصري. فحاجة جميلة جدا الحقيقة. الصورة اللي أنا شايفها دي صورة مشرفة وصورة رائعة وصورة تدعو للاحترام والفخر والسعادة بجد والله. يعني أنا عايز أفضل أتفرج على هذه اللقطة وهذه الصورة، نتعلم قد ايه ان الامور كلها بتبقى امور تنافسيه في الملعب فقط، بعد الملعب كل حاجه بتنتهي. وبالمناسبه حتى ده بيحصل في كره القدم، ولكن زي ما حضراتكم عارفين وزي ما سمعناها من ناس كتيره خلال اليومين ثلاثه اللي فاتوا، ان علاقتنا مع نادي الزمالك ومع كل الانديه علاقه رائعه جدا 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 باستثناء حاجه واحده فقط بس. لكن كجمهور محدش يقدر يقول ان في السله مثلا، محدش يقدر ان يقول ان الاتحاد ده الا واحد من العظماء والكبار في كره السله. محدش يقدر يقول ان النادي الزمالك مثلا في القدم واحد من اهم واكبر الانديه في افريقيا وفي مصر، محدش يقدر يقول غير كده بالمناسبه. ولكن زي ما حضراتكم عارفين مين اللي بيعمل هذا التوتر ومين اللي بيعمل هذه الامور واضح ومعروف. فالحقيقة كل اللي احنا عايزينه أن تكون كل التتويجات بهذا الشكل، علاقة رائعة ومحترمة ما بين الجميع، هو ده اللي بنعلمه لأولادنا والله، هو ده اللي بنعلمه أو بنحاول نعلمه لأولادنا. حتى لو لا قدر الله الأهلي كان خسران، كنت هتلاقي كابتن محمود أو من ينوب عنه من مجلس الإدارة موجود علشان يسلم على لعيبة الاتحاد ويشكرهم ويشكر لعيبة الأهلي على الأداء اللي عملوه في هذا الموسم. هذه هي الرياضة اللي دايما بنتعلم منها، هذه هي أخلاق النادي الأهلي ومبادئ النادي الأهلي اللي بتخلينا دايما فخورين بكل شيء، فخورين وسعداء ومبسوطين بكل شيء. حاجة جميلة، والواحد مش عايز يخلص الفقرة دي لأنه أنا الحقيقة بننتظر أبطالنا، أبطال كرة السلة هيبقوا موجودين مع حضراتكم ان شاء الله النهارده، وانا احتفل معاهم
بهذا الإنجاز التاريخي، هذا الإنجاز الكبير، هذا الإنجاز الرائع لكرة السلة ودوري السوبر لكرة السلة. لو مجهزين أغنية ولا حاجة يا شباب، اطلع لنا بالأغنية اللطيفة عشان نتبسط ونفرح ونرجع مرة تانية مع حضراتكم. في الحلقات اللي بيبقى معايا فيها رجال السلة وأبطال السلة بيبقى عندي مشكلة، مشكلة كبيرة، عارفين ايه هي؟ ان هم احنا بالنسبة لهم، انا اسف، احنا بالنسبة لهم في حتة وهم في حتة تانية خالص. هم بيبقوا جايين، يعني مش عايز اقول لحضراتكم عاملين ازاي يعني، وبعدين بنجيبهم من الملعب على هنا على طول ان شاء الله. يعني بيقولوا لي خلاص هم في الطريق ان شاء الله يجوا ويوصلوا بالسلامة ونحتفل مع حضراتكم بكأس السوبر لكرة اليد، كأس السوبر لكرة أو دوري السوبر لكرة اليد، كأس السوبر لكرة اليد برضو إن شاء الله ربنا يكرمنا بيها السنة دي والسنة الجاية واللي بعدها واللي بعدها، ونفضل نكسب بطولات وبطولات وبطولات. وعمرنا عمرنا خلي بالكم عمرنا حتى ولا هنطلع نقول مثل هذا الكلام، إن إحنا زهقنا من البطولات، ما بنزهقش كله ورا بعضه. هنتكلم طبعا عن كرة القدم وعن اللي بيحصل والدنيا ماشية إزاي والأمور هتحصل فيها إيه، وإيه اللي بيحصل في النادي الأهلي خلال هذه الفترة، علشان من الممكن جدا جدا النهاردة عندنا برضو لقاءات مهمة جدا جدا الحقيقة مع السيد نائب رئيس النادي الأهلي الوزير العمري فاروق. برضو في بعض اللقاءات كده الأخرى مع بعض اللاعبين في كرة السلة الحقيقة النهاردة. عايز تسمعوا كلام الوزير العمري فاروق كويس، لأنه قايل كلام مهم، قايل كلام مهم لجمهور النادي الأهلي. فعندنا حاجات كتيرة جدا جدا النهاردة، وعندنا احتفالات كتيرة جدا. امبارح احتفلنا بكرة السلة سيدات، النهاردة أو من قبلها بكم يوم احتفلنا بسوبر اليد، قبلها بكم يوم احتفلنا بسوبر الكورة، النهاردة بنحتفل بدوري سوبر السلة مرة أخرى. كلهم الحقيقة مجموعة اللاعبين، نفسي كنت اتمنى يعني ان كلهم يجوا، يعني لو اقدر ان اخلي كل لعيبه السله النهارده ورجال وابطال كره السله ان هم يبقوا موجودين معانا ونحتفل بيهم، كنت اتمنى ان كلهم يبقوا موجودين النهارده عشان بالفعل يستحقوا الاحتفال. بالفعل تعبوا، تعبوا جدا جدا جدا. بالمناسبه السنه دي او الموسم ده مضغوط جدا 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 في السله تحديدا. هنتكلم معاهم في هذا الامر لانه الموضوع كبير وصعب وطويل. وخلي بالك انت بتلعب انديه في السله، عندك الاهلي والاتحاد والزمالك والجزيره والجيش على ما اتذكر، الخمس فرق دول ولا الست فرق، الفرق دي كلها عندما تتنافس على في الملعب تبقى المباراه صعبه جدا جدا جدا. في العاب اخرى هو اهلي وزمالك لا، لكن في السله تحديدا لا، في زي ما قلت لحضرتك في اربع خمس انديه كلهم لما بيلعبوا ضد بعض بتبقى الامور صعبه جدا جدا جدا. فاللي عايز اقوله بس ان احنا لازم نحتفل بيهم حتى ونقول لهم مبروك، لانهم كمان مسافرين رواندا يوم الخميس اعتقد، هنسالهم في هذا الامر برضو. يوم الخميس هيسافروا وهيلعبوا او هيستكملوا بقى بطوله البال في رواندا، وعندنا مباراة صعبة جدا جدا يوم السبت، بس ربنا يكرمنا ونقدر نكسب مع مجموعة الأبطال ومجموعة اللاعبين اللي موجودين النهاردة أو اللي موجودين في كرة السلة مع أوجستي بوش هذا المدرب الرائع، مدير فني الحقيقة على أعلى أعلى مستوى. كلهم مع مجموعة العمل دي أعتقد أن كل حاجة بتبقى مستقرة، وعندنا ثقة كبيرة جدا 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 فيهم أن هم يقدروا ياخدوا كل البطولات القادمة علشان نبقى مبسوطين بيهم وسعداء بيهم. احنا دايما مبسوطين بيهم وسعداء بيهم وعايزينهم دايما معانا، عايزين نشوفهم وهم بيكسبوا دايما، وهذا هو الفارق دائما ما بين النادي الأهلي وما بين أي حد تاني. النادي الأهلي هو الأفضل، النادي الأهلي هو الأعظم، النادي الأهلي مش بالكلام ولكن بالبطولات. البطولات هي اللي بتودينا دايما، تخلينا نبقى فخورين كده واقفين وقافلين الجاكيته وبنتكلم مع الناس، مش زي البعض او ما تدخلناش في البعض. خلينا النهارده في النادي الاهلي وفرحتنا مع النادي الاهلي وانبساطنا مع لعيبه النادي الاهلي، وزي ما قلت لحضراتكم انا منتظر بس وصولهم ان شاء الله بالسلامه،
ويطلعوا ونحتفل مع حضراتكم على الهواء مباشرة، وكالعادة زي ما حضراتكم اتعودتوا معانا. يعني احنا زي ما قلت لكم في اول الاسبوع اللي فات جبنا كاس السوبر لكرة القدم واحتفلنا بيه، ايضا جبنا كاس السوبر لكرة اليد واحتفلنا بيه الافريقي، وايضا جبنا امبارح درع كرة السلة سيدات واحتفلنا بيه. النهاردة ايضا هيكون معانا ابطال كرة السلة على الهواء مباشرة، وهيكون معانا درع كرة السلة او دوري السوبر لكرة السلة هيكون معانا برضو علشان نحتفل. جمهور الاهلي يستحق دائما هذا الكلام، جمهور الاهلي يستحق دائما الاحتفالات اللي دايما يا رب دايما تفضل موجودة في النادي الاهلي. النهاردة الأربع أشواط أو الأربع فترات اللي كانت في المباراة، الربع الأول كان ربع صعب، المباراة كانت بالمناسبة ماشية لغاية الربع الثالث تعادل دايما لغاية لما وصلت حاجة وخمسين حاجة وخمسين. هنا قدرة أوجاستي بوش ومجموعة اللاعبين اللي موجودة معاه على أن هي تقدر تتفوق على نادي الاتحاد السكندري، على عمالقة نادي الاتحاد السكندري، لغاية لما النتيجة وصلت فرق 8 أو 9 في 30 أو 55 ثانية اللي هي الدقيقة الأخيرة، وفوجئنا بقى أن إيه نادي الأهلي أضاع كورتين اتردوا علينا بثلاثية، فبقت النتيجة 72-70 فجأة وفاضل 6 ثواني. 6 ثواني دول كم واحد قفل التلفزيون؟ نفسي أعرف كم واحد أهلاوي في الست ثواني دول قفل التلفزيون. أنا واحد من الناس اللي قفلت التلفزيون بالمناسبة، لأنه 6 ثواني دول احنا المفروض الحكم الكرة معانا وكسبنا المباراة، فجأة لقينا الحكم بيصفر وبيقول لك مش عارف تكنيكال فاول على مين وعمل ايه والدنيا اتلخبطت، ما بقيناش فاهمين حاجة الحقيقة. فالامور كانت صعبة جدا جدا النهاردة في هذه المباراة الصعبة، هذه المباراة اللي انا بشكر فيها الحقيقة كل لاعيبة النادي الاهلي على المجهود الكبير اللي بذلينه طوال هذا الموسم، وحاجات كتيرة جدا 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 عايزين نعمل فيها ان احنا نفضل دايما في ظهرهم ونفضل دايما معاهم، وان شاء الله يرجعوا لنا ببطولة البال ان شاء الله من رواندا، وتبقى احلى بقى حاجة واحلى ختام لهذا الموسم الرياضي الجميل. الف الف مبروك لرجال كرة السلة. احنا بنعليها، احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا، احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا، الاهلي سيد القارة واتقال واحد فيها، بطولة يمين بطولة شمال كله عالسكة وشغال بالضربة الضربة هتتشال. انا قلت لكم ان انا مشكلتي دايما بتكون في اللي انا هسلم عليهم، هسلم على ماليش دعوة بقى. حبيبي الف مبروك. مبروك يا مبروك حبيبي، الف مبروك يا بوب. اسامر ازيك يا سيدي؟ ازيك يا حبيبي؟ مبروك. الف مبروك، الف مبروك يا حبيبي. معلش احنا جايبينكم على الهوا على طول. ها الف مبروك، اتفضلوا. لا خليكم جنبي هنا، خلينا واقفين، اتفضلوا. يعني تعالى كابتن احمد، تعالى انت جنبي يا كابتن، ما يعني خلي يعني ايهاب برضه قريب مني. الف مبروك طبعا لرجالتنا، والف مبروك لابطالنا، ودايما دايما ايامنا كلها تبقى حلوه. الف مبروك. احنا ملوك اللعبة، احنا بنعليها، احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا، احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا، الاهلي سيد القارة واتقال واحد فيها، بطولة يمين بطولة شمال كله عالسكة وشغال بالضربة الضربة هتتشال. انا قلت لكم ان انا مشكلتي دايما بتكون في اللي انا هسلم عليهم، هسلم على ماليش دعوة بقى. حبيبي الف مبروك. مبروك يا مبروك يا حبيبي، الف مبروك يا بوب. اسامر ازيك يا سيدي؟ ازيك يا حبيبي؟ مبروك. الف مبروك، الف مبروك يا حبيبي. معلش احنا جايبينكم على الهوا على طول. ها الف مبروك، اتفضلوا. لا خليكم جنبي هنا، خلينا واقفين، اتفضلوا. يعني تعالى كابتن احمد، تعالى انت جنبي يا كابتن، ما يعني خلي يعني ايهاب برضه قريب مني. الف مبروك طبعا لرجالتنا، والف مبروك لابطالنا، ودايما دايما ايامنا كلها تبقى حلوه. الف مبروك.
اهلا وسهلا بيهم طبعا. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، واهلا وسهلا بابطالنا نجوم وابطال كره السله الحقيقه. زي ما قلت لحضراتكم موسم طويل لسه لم ينتهي، لسه هنتكلم في هذا الامر دلوقتي، ولكن خلوني ابدا طبعا بالمدرب العام كابتن احمد الجرح. ازيك كابتن احمد؟ كابتن اسلام، ازيك حضرتك؟ الحمد لله، شرف منور، والف الف مبروك. الله يبارك في حضرتك ومبروك لكل جماهير النادي الاهلي. معلش احنا جبناكم على طول، بس يعني عايزينكم تحتفلوا وعايزين نحتفل بيكم برضو، لان انا عارف ان انتم مسافرين كمان الخميس اللي جاي. بالزبط. ايضا كابتن فريق النادي الاهلي، ازيك يا سيف؟ الحمد لله، اخبارك ايه؟ تمام، كله كويس؟ كله الف مبروك يا حبيبي. الله يبارك في حضرتك. شايفك النهارده مبسوط وسعيد طبعا. يعني ماتش صعب جدا. ها، ماتش صعب جدا، ماتش اعصاب، وماتش كان يعني لغايه الاخر يعني حاجه صعبه جدا. هنتكلم في كل هذه الامور. والبوب بقى ايهاب امين، ازيك يا بوب؟ بارك ايه، الف مبروك. الحمد لله، الله يبارك فيك. عامل ايه؟ الحمد لله، كله كويس زي الفل. من الملعب لهنا على طول؟ على طول، مفيش وقت والله. بجد جمهور النادي الاهلي كله مستني الفرحه النهارده، لانه اللي عارف ان الموسم صعب عليكم وطويل عليكم جدا جدا جدا. السنه دي لسه مسافرين يوم الخميس، مش كده؟ بالظبط، الماتش السبت ان شاء الله. هنسافر جمعه ان شاء الله. هتسافروا جمعه؟ ماتش السبت، الماتش يوم 20. احنا كان 21 بقى 20. هو 20. احنا هنسافر يوم 18 بالليل، بتوصل فجر 19 يعني قبلها بيوم. بالزبط. الماتش ده صعب؟ هو ثلاث ماتشات دور الثمانيه عندنا مع بطل رواندا. اوكي. اللي احنا عرفناه ان الصاله هناك كل التذاكر اتباعت 20,000 متفرج. مقفوله، وطبعا كل فريق معاه اربع محترفين، فبرضه هم عندهم اربعه امريكان، فمباراه تبقى قويه. في رواندا مباراه تبقى قويه في دور الثمانيه، ولو ربنا كرمنا هنلاعب الكسبان من كيب تاون بطل جنوب افريقيا، والملعب المالي بطل مالي في الدور قبل النهائي. وبس الناحيه الثانيه بقى فرقه انجولا ليها طريقه برضو مع فرقه احنا في فرقه كسبتنا اعتقد في المباراه دي، فرق نقطه. هي ده اللي خلانا هنلاعب رواندا اللي هم، او الفرقه بتاعت رواندا اللي هم بس أصحاب. هي الحقيقه المجموعه الثانيه اللي عكسنا، الاول اربعه، يعني دي حاجه غريبه جدا، ان الاربعه نفس عدد النقط، مفيش حد متفوق على حد. لا والله، يعني يمكن احنا وانجولا كنا بعيد عن بقيه الفرق في النقط. صحيح، الفرق كلها نفس عدد النقط، بس اللي فرق السكور هو اللي رتبهم من واحد لاربعه. فاول زي رابع، فمباريات صعبه جدا. بالظبط. طيب سيب برضو النهارده الماتش، او مش النهارده الحقيقه، احنا لما بنيجي نتكلم على الماتشات بنتكلم على الخمس مباريات. لعبنا اربعه الحمد لله، كسبنا ثلاثه وخسرنا مباراه. اول مباراه فرق كبير للنادي الاهلي، ثاني مباراه فرق كبير لنادي الاتحاد، ثالث مباراه فرق عادي، النهارده برضو فرق غريب جدا. ايه اللي بيحصل؟ والله طبيعي لما يكون في سيريس، فمش مفيش فرقه، فرقه اتحاد فرقه محترمه جدا، فرقه كبيره جدا، لعيبه منتخب مصر وخبرات، فطبيعي ان السيريس ما تمشيش كلها لينا او كلها ليهم. اللي رجعنا تاني بعد جيمتو يمكن قعدنا مع بعض وتلمينا، وده كان حاجة مهمة جدا ان الروح بتاعتنا ترجع تاني. يعني فرقة البطولة هي اللي بتمسك في البطولة، يعني زي ما احنا قلنا قبل كده الفاينالات بتتكسب، يعني ما بتتلعبش، يعني طبيعي يمكن يكون في كان في دروب شوية، يمكن في تعب ذهنيا وبدنيا، كنا تعبانين جدا كلنا. نقلة كمان من بين بطولة البال للدوري تاني، دي كانت صعبة على ناس كتير، يعني في ناس ما كانتش تلعب، في ناس كانت تعبانة، في ناس لعبت كتير، في محترفين معانا في البال ما بيلعبوش معانا في الدوري. فالشيفت ده طبعا كان صعب، بس احنا كنا يعني الفرقة كلها رجالة، وكانت روحنا ان احنا لازم نكسب بطولة عشان نوصل تاني للبال. فبس الحمد لله ان ربنا كرمنا بجيم 2، ده كان المهم، يعني جيم 3 كان اهم جيم. جيم 2 لينا يعني؟ يعني لا جيم بالظبط اللي احنا كسبناه تاني جيم 3 ده كان مهم جدا لينا، وهو ده اللي ادانا الدافع لجيم النهارده يعني. هاب السنة طويلة جدا، يعني بدايتها كانت من بدري ونهايتها لسه قدامكم، يعني برضو ان شاء الله ربنا يكرمنا على الاخر الاسبوع اللي جاي. يعني ازاي بتتخطوا الشفتات اللي بتحصل دي، يعني من دوري لكاس لبطوله، اول السنه بطوله عربيه وبعد كده دوري وكاس، دوري مرتبط ودوري مرتبط والحاجات اللي السله بتعملها كتير دي، ازاي بتتخطوا الشفتات دي كلها؟
يمكن السيزون بتاعنا والبال طبعا في النص وافريقيا اهم حاجه طبعا افريقيا صحيح بالظبط. يمكن السيزون بتاعنا طويل جدا حابين نبتدي تقريبا من شهر 8 هنخلص لسه الاسبوع الجاي ان شاء الله فبطولات كتير وبالذات اللعيبه كمان بتلعب في المنتخب في التوقف بالزبط. اللي في النص شهر مثلا او شهر ونص اللي في النص بيبقى معسكرين مع منتخب تمارين اكتر ماتشات فيعني يعني بيبقى الموضوع صعب طبعا علينا ذهنيا وبدنيا بس احنا فرق البطوله بيبقى فيها نجوم كتير ولاعيبه كتيره كبيره وكل وقت وليه لعيبته واحنا يمكن في بطوله مرتبط سيف كان احسن لعيب في البطوله بطوله الكاس عمر طارق كان احسن لعيب في البطوله فعندنا لعيبه كتيره قوي تقدر تفيد الفريق هو مكسوف يقول ان ايهاب امين في الدوري هو سايبه وانا سايبه بس لا بجد يعني عندنا لعيبه كتيره قوي واعتقد دي احسن حاجه في فرقتنا ان احنا عندنا لعيبه كتيره قوي بتقدر تساعد الفريق ان يوصل لاهدافه ان احنا نكسب كل البطولات اللي بنقدر نشارك فيها فاعتقد ده بيعدي ان السيزون طويل يعني ما فيش لعيب ممكن يلعب 40 دقيقه كل ماتش طول السيزون مستحيل استحاله طبعا لانه كمان الملاعب الصلبه دي بتبقى صعبه جدا في الاصابات وفي خصوصا الاربطه والغضاريف والكلام ده كله فبتبقى الامور صعبه جدا انا عشان كده بقول لك يعني احنا بادئين معاكم الموسم من البطوله العربيه انا فاكر البطوله العربيه احنا خسرنا البطوله العربيه ولكن كانت بدايه قلنا خسرنا الخماسيه السنه دي كمان خسرنا الخماسيه ولكن الحمد لله ربنا كرمنا في بقيه البطولات حتى الان كابتن احمد برضو يعني سنه صعبه وكل حاجه ولكن الحقيقه دعم كبير من مجلس الاداره دعم كبير من النشاط الرياضي الحقيقه كل ما نيجي نتكلم مع حد يقول لك طب احنا كلنا رايحين مباراه السله كلنا في ظهر اولادنا في السله في مجلس الاداره اعتقد ان هناك حاله بتخلينا في العاب الصالات بشكل عام وفي السله تحديدا نرتقي بمستوى كل اللاعبين الحقيقه بالظبط والله يا كابتن اسلام يعني تقريبا الفرقه دي اتجمعت من مش هنقول السنه دي او السنه اللي فاتت يعني مجلس اداره او النشاط الرياضي ما بقالنا سنتين ثلاثه الفرقه دي بتتبني وانا اللي عايز اقول لحضرتك ان انا بعتبر ان احنا بناخد بطولات في مرحله البناء احنا لسه ما وصلناش للشكل اللي احنا عايزين نشوف عليه فرقه النادي الاهلي وربنا كرمنا جدا السنه اللي فاتت والسنه دي فدي حاجه طبعا انجاز انك تكون بتاخد بطولات وانت بتبني الفرقه عايز اقول لحضرتك ان احنا قايمه الفرقه بتاعتنا المفروض القايمه اللي تسجل في اتحاد الباسكت 15 احنا مسجلين 10 لعيبه بس مصريين ده ثقه في قطاع الناشئين بتاع النادي الاهلي ايوه احنا سجلنا 10 لعيبه كبار وفي الباقي كله ناشئين كل اللي معانا ناشئين صغيرين فدي الميزه اللي مديانا الحمد لله طمانينه على المستقبل خلي بالك ده توجه كمان في النادي لانه حتى في الهاندبول مثلا الهاندبول فرقه صغيره نعم الهاندبول فرقه صغيره يعني برضو فريق صغير ومعظمهم حتى لو يعني جايين من تحت جايين من الناشئين وبالتالي ده توجه النادي كمان فده مدي للعيبه كلها اولاد النادي بالزبط. في الاخر هم الشباب دول اولاد النادي بالظبط بالظبط وبالنسبه لكلمه اولاد النادي دي انا بالنسبه لي اولاد النادي بالنسبه, لك انت طبعاً بالنسبة لي اولاد النادي دي مش قصه ان اللي لعب من لا هو طبعاً. صغير لا في ناس بتيجي على الدرجه الاولى في النادي و يعني بتحب النادي اكتر من اللي اتربى في النادي بتحب النادي اكتر من اللي لعب في ناشئين النادي حقيقي. فعلى قد ما انت بتخلص وبتدي النادي انت تاخد لقب ابن النادي لكن ابن النادي ده مش عشان انت اتولدت لقيت نفسك جوه النادي حقيقي. ادي النادي وموت نفسك عشانه واخلص وانكر ذاتك جوه النادي هتلاقي في ناتج والحمد لله احنا الناتج شايفينه وبصراحه زي ما حضرتك قلت مجلس اداره او نشاط رياضي ما بتاخروش على الفرقه في اي طلبات اي محترفين اي معسكرات فعشان كده العمل الجماعي ده يعني نتيجته اللي حضرتك شايفه دلوقتي. طيب سيف برضو ارجع تاني لمباراه النهارده لانها المباراه الاهم الحقيقه وقت المباراه تحديدا اللي انت حسيت فيه ان احنا خدنا البطوله خلاص كان امتى؟ هو اصل الماتش ده تحديدا كمان احنا ماشيين تعادل 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 لغايه 54 54 56 56 بعد كده ابتدينا ها نطلع سن احنا وبعد كده الاتحاد جه ورانا لا هو ماتش صعب بصراحه ماتش يعني لغايه الاخر لغايه لما المحترف بتاعهم جاب تلاتاية كان لسه يعني حسينا ان خلاص الماتش بيخلص بس التلاتاية جت ما حسيتش هو ايه اللي حصل يعني ايه اللي حصل انت الوقت ده بتعمله ايه انتوا بقى ككباتن الفرقه يعني حضرتك ومجموعه الكباتن الفرقه الناس الكبار يعني في الفرقه بيعملوا ايه في الوقت ده تحديدا لا يعني لازم نجمعنا بعض احنا بعد جمعنا بعض وقلنا لسه احنا لسه ما كسبناش لازم ندافع الكره اللي بعدها لازم نجيب دي وحتى لو ما حصلش وما جبناش دي لازم ندافع الكره اللي بعدها لازم نلم ريباوند لازم
يعني نبقى متماسكين عشان نخلص البطوله يعني. اه انت برضو ايهاب في الاخر اللي عملت 3 كده تعبونا شويه الحقيقه، انت وتومسون ده حقيقي يعني طول الماتش. ها طول الماتش دول تعبونا كلنا. بيعملها منين؟ بيعملها قبل الثلاثه بكتير يعني، وبيعملها المره دي عملها مرتين، واحده الفيس اللي على طول اللي في الوش دي كده وما جاتش، تانية ناحيه اليمين. بس احنا حافظين الجمهور. لا ده حقيقي النهارده. النهارده يمكن شايت 7 اساسيات ما جبتش ولا واحده. حتى في فاوشيتنج ما كنتش موفق، بس يعني الحمد لله. ايه بقى ايه اللي يخلي الواحد يعني ايه الفرق؟ يعني انا حافظ ان الثلاثيات دي تتعمل بتخش، عارف انا ايهاب امين يعمل كده خش، تومسون ده يعمل كده تخش، ايه اللي بيحصل؟ لا بس خلي بالك ان بيبقى فيه طبعا يعني المدرب الناحيه الثانيه بيبقى مركز كل الضغط على ايهاب في الثلاثه القصيرين في الوقت ده، لان هو في لعيبه بتبقى هي كي بلاير بتاع الفرقه اللي هو يقدر يتحمل المسؤوليه ان هو يلعب على الباسكت في اخر الماتش، فهو بقى عليه ضغط كبير جدا. وطبعا بص هو مكسوف مش عارف يشرح لك الكلام ده. اه فهو ايه هيبقى عليه ضغط، ودايما انت عارف لعيبتنا 24 ثانيه، فلما الكوره بتمشي ممكن تكون خلاص بيبقى فاضل 5 ثواني او 4 ثواني، فبيضطر ياخد تاف شوت يعني مش مستريحه، شوطه مش مستريحه. لكن ايهاب من اللعيبه اللي ما شاء الله ليهم مميزات تانية غير ان هو يجيب سكور. النهارده عامل 10 ريباوند، ده رقم كبير اصلا، ده بيعمله البيفوتات اللي زي سيف وعمر طارق واسماعيل. عامل كذا ستيل، عامل اسيستات كتير. فا ايهاب ما شاء الله من اللعيبه اللي ليها مميزات كتير جوه الملعب. ايهاب وجاستي بوش ودوره معاكم يعني تاني سنه بسم الله ما شاء الله، يعني بعيدا عن البطوله العربيه كل حاجه واخدينها. مش عايز اقول لك ايه الفرق لان انا عارف ان اللعيبه ما بتحبش تسال السؤال ده ما بين قبل وبعد، لكن ايه اللي بيخليكم توصلوا لكده في وجود هذا الرجل يعني؟ اعتقد حاجتين، اول حاجه هو فنيا مدرب عالي جدا هجوميا ودفاعيا اكتر، كان غير اعتقد منظر الفرقه دفاعيا جدا. الحاجة التانية أعتقد إن هو خلانا برضو كلنا نبقى على زي ما بيقولوا قلب رجل واحد، يعني كلنا أي حاجة بالنسبة لنا أهم حاجة البطولة، أيا كان مين كويس النهاردة، مين اللي بيلعب، مين اللي ما بيلعبش، مين دوره قد إيه، دي أعتقد يعني أحسن حاجة في الفرقة اللي إحنا فيها دلوقتي دي، إن إحنا ال 15 لعيب اللي في القائمة بالناشئين بكله، إن إحنا عايزين نكسب بطولة، أي بطولة نخش فيها. فدي دور كبير من مستر اوجستي وطبعا الجهاز كابتن احمد جارحي وكابتن رامي، ان هم يعني دايما محاضرات في التمارين، التغييرات، كل حاجه بنلعبها في سيزن كله، ان احنا هدفنا ان احنا نكسب الدوري، نكسب الكاس، نكسب بطوله افريقيا، ده الهدف يعني الاهم بالنسبه لنا. الهدف اللي جاي ايه بقى؟ البال اكيد. حاسس ان يعني بشوف ان احنا عندنا الفرقه بتاعت انجولا تحديدا كمان فرق صعبه جدا. طبعا يمكن احنا بدانا سيزن بالبطوله العربيه خسرنا الفاينل فرق نقطه في اخر ثانيه، في تصفيات بطوله افريقيا الاسبوع اللي فات قبل الفاينل على طول كسبنا كل ماتشاتنا في المجموعه الا ماتش انجولا، خسرنا فرق نقطه برده في اخر ثانيه. فاعتقد ده يعني بيوري قد ايه ان احنا قريبين من بعض، وقد ايه ان احنا فرقه بطوله، ان احنا بعد الخساره دي وبعد الفاينل بطوله العربيه في اول السيزن قدرنا ان احنا نكسب بطوله مرتبطه، قدرنا ان احنا نكسب الكاس، قدرنا ان احنا نكسب الدوري الاسبوع ده. ومش كل خساره بنعدي بيها، يمكن احنا خسرنا من الاتحاد كذا مره في الريجلر سيزون في طوال السنه، يعني كل خساره كنا بنخسرها كنا بنتعلم منها، ودي اهم حاجه ان انت الماتشات اللي بتخسرها تقدر تتعلم منها وتفيدك في الاوقات زي جيم 2، في اوقات زي النهارده ان انت تعرف تكسب الماتشات المهمه دي. فيمكن ماتش انجولا اعتقد مش عايزين نسبة الاحداث، بس يعني عندنا ماتش رواندا هو اهم ماتش، واحنا الكوتش دايما بيقول لنا ناخد ماتش بماتش، فماتش دور الثمانيه بالنسبه لنا هو البطوله دلوقتي. كابتن احمد برضو الدوري خدناه الحمد لله ربنا كرمنا، الكاس خدناه، الدوري المرتبط بيبقى برضو خدناه، تقريبا كل البطولات المحليه، البطوله العربيه خسرنا بفرق نقطه واحده، اللي جاي طبعا او الاسبوع اللي جاي بالنسبه لنا هيبقى اسبوع مهم جدا جدا. اه طبعا. هل اللعيبه مهيئه في ظل هذه؟ انا برضو الشفتات دي بالنسبه لي برضو خلي بالك بتسبب لي يعني، يمكن انا عشان قريب شويه من قصه اللعيبه والحاجات دي بقول اسالك السؤال ده، ان الواحد ان انا اغير الشفت بسرعه، البال كنت في حته وبعدين الدوري المصري حته ثانيه خالص، وبعدين رواندا حته ثالثه خالص. بس الاجواء هناك حلوه يعني، الاجواء هناك تبقى قريبه على الاقل، الشكل التلفزيوني بيبقى قريب من اللي احنا شفناه. لا الملعب هناك والاجواء والله هناك يعني جميله. بس انا كنت عايز بس الاول طبعا، الاول احنا كنا عايزين نهدي الدوري ده اتفضل، لان طبعا كان
كنا الجمهور الاتحاد بينادي لعيبته بالفوز بالدوري عشان يهدوه لاسلام اللي هو اللي توفى في المباراه بتاعتنا اللي اتلغت اللي هي في كاس السوبر. فاحنا بنهدي له الدوري ده لروحه يعني اسلام نادي الاتحاد. وان نادي الاتحاد فريق كبير جدا طبعا. اللي بسطنا كابتن سامي ومخلي ان المكسب ده حلو ان انت بتلعب الاحسن فيرجن لنادي الاتحاد تقريبا في اخر 15 20 سنه مزبوط. لان كل الدعم من الحاج محمد مصلحي للفرقه، عندك مدرب منتخب المانيا السابق، عندك التعاقد مع انس ويوسف شحاته، فانت بتلعب فرقه واقفه على رجليها اصلا، السكواد بتاعها جامد وقويه السنه دي، فده بيدل بقت اقوى يعني بقت أيوه. اقوى طبعا. فطبعا انت بتشوف ان المكسب بيبقى جميل لما بيكون على. انا لسه كنت بتكلم قبل ما حضراتكم تخشوا على شكل الحاج محمد مصلحي يعني طبعا. كان متضايق جدا، زعلان جدا، كان طبعا بيسامع كل واحد بيبوسه وبيحضن وكل حاجه، ده دوره كرئيس نادي وكل حاجه، ولكن كان شكله ان هو متضايق جدا صراحه. هو مش بيأثر خالص مع فرقته، وهو احنا علاقتنا بيه كلها طبعا كل طبعا. مجال ان هو كان لعيب باسكت اصلا طبعا، فعلاقتنا بيه قويه جدا. فهرجع لحقل الشفتات حكيت عليها ان اللعيبه ده قدر حق، لعبت في النادي الاهلي وخدت بطولات كتيره، وعارف ان قدرك انك تفرح النهارده تصحى الصبح يقول لك البطوله يا كابتن اللي بعديها. ايوه صحيح. فده قدر الفرقه. هو الصعوبه شويه ان في ثلاث لعيبه مؤثرين اصلا مش يعني ما بيلعبوش معاك في الدوري، لان ممنوع احنا في الدوري نلعب بمحترف واحد، في البال نلعب باربعه، فهم بيتمرنوا معانا بس. فثلاث لعيبه بقى لهم الفتره اللي فاتت دي بيتمرنوا معانا بس، ومن بكره بعد بكره يتمرنوا برده معانا، ونلعب ماتش دور الثمانيه بقى لهم كتير ما لعبوش مع الفرقه، ولاعيبه مهمين جدا محترفين. فبس طبعا دي طبعا مش هتبقى حجه او مش لا هتبقى لا طبعًا. حاجه يعني احنا ان شاء الله باذن الله عازمين ان احنا ان شاء الله نقدر نعدي الاول ماتش رواندا، احنا هنركز كل تركيزنا على ماتش رواندا، وباذن الله كده ربنا يكرمنا ونقدر ان احنا نرجع بالكاس، عشان هيبقى موسم غالي قوي بصراحه. بصراحه هيبقى موسم. وكانت مباراه النهارده مهمه، لان احنا كده الفريق المؤهل لمصر نلعب البال السنه الجايه. السنه الجايه برضه. طيب سيب برضه التحكيم النهارده ودور التحكيم، هل التحكيم الاجنبي وجوده فرق معاكم؟ والله هو طبعا يعني التحكيم الاجنبي انت حتى بتحس ان حتى لو في كور غلط، حتى لو في حاجه انت بتحس لا خلاص، ما يعني احنا كمان متعودين معاه عليه بدون قصد يعني. بالظبط، ممكن تكون بدون قصد، ممكن تكون ما شافها يعني كده. بالظبط كده، فاحنا كمان متعودين عليه من بطوله البال، يمكن ده فرق معانا جدا ان احنا لعبنا بتحكيم اجنبي ولعبنا بتحكيم الام بي اي من جي ليج في البال قبل الدوري على طول، فيمكن ده فرق معانا شويه ان احنا فاهمين شويه التحكيم عامل ازاي في بره يعني. والاي ار اس. والاي ار اس طبعا فرق معانا. الاي ار اس ده اللي هو الفار بتاع الكوره يعني. الفار بتاع بالظبط. فرق جدا يعني، في كور كتير النهارده اتحسبت لينا. بس الكوره اللي في الاخر دي يعني بيني وبينك يعني احنا كلنا كنا قاعدين يعني، بقول لك انا طفيت التلفزيون، انا مش فاهم هو عايز ايه يعني. الاول حسب قال لك على الاهلي او للاهلي اتنين رمي حره صح؟ وبعد كده رجع قالك لا استنى هشوف تاني. طب يا عم ما انت كنت بتشوف يعني وخلاص. هو تقريبا المدرب التاني اعترض، فهو تقريبا في الاي ار اس لازم يشوف في الاخر يعني. من حقه المدرب ليه تشالنج واحد والله. ليه تشالنج يعني، احنا خدنا تشالنج وهو كان ليه تشالنج فخدها في الاخر، فعشان كده رجع وشاف وبص على الكره دي تاني. بس ف وطبعا بس هو خلاص كان صفر يعني، هو ايهاب المفروض يعني ولا ايه؟ هي كان انا كنت حاسس ان هو صفر. لا هو انا سمعت البوزر اللي هي صفاره نهايه المباراه، فاول ما سمعت الصفاره شوت الكوره، بس هو الحكم حسب فاول قبل الصفاره ما تطلع، كانت لسه فاضل ست اجزاء من الثانيه. انا ما سمعتش صفاره الحاجة، انا سمعت صفاره البوزر بتاعت الماتش، فاول ما سمعت صفاره الماتش كسبنا يعني شوت الكوره يلا نحتفل. بس قال لك لا انا صفرت فاول، كل واحد يرجع للبنش بتاعه، وراحوا بصوا على الاي اس طلع ان لسه فعلا ليا تو شوتس، عشان هم عملوا عليا فاول قبل ما الماتش يخلص، وحسب عليا تكنيكال فاول عشان شوت الكوره، فهم ياخدوا واحده بس وبعدين الماتش خلص. ايوه لا انا فاهم، انا بقول لك لكن كل الهيصه دي يعني احنا كنا قاعدين بقول لك ما هو احنا بقى مش فاهمين يعني الناس. ده الباسكت بقى. نعم ده الباسكت، هو جزء قاعد انت بقى مستني ست، انت بتقول ست اجزاء، انا كنت بقول ست ثواني. لا ده ست ثواني ماتش. لا ده ست اجزاء من الثانيه طلعت في الاخر زي ما انتم بتقولوا كده. لكن فرحه حلوه برضو يا ايهاب، والواحد كان مبسوط جدا جدا. الجمهور النهارده لما تشوفوا الجمهور النهارده، ادي اللعبه اللي انا كنت بتكلم عليها اهو اهو، انت خلصت انت مديها واحده وخلاص بيتبسط اهو. ايه اللي حصل؟ اهدى اهدى لسه. ايه ده؟ بقول له اهدى اهدى لسه.
يعني بص كلنا يعني ما حدش فاهم حق. انت كنت فاهمين ساعتها كابتن احمد؟ عامل لك فيها الشناوي. معلش يا كابتن، ما هو الراجل الكوره خلاص، واللي سمع يعني خلاص الزفارة. يعني سمع الزفاره خلاص. الحكم ده لا، انتوا كنتوا فاهمين يا كابتن احمد ساعتها ايه اللي بيحصل؟ احنا طبعا فهمنا ان هو خلاص بقى، فهمنا الرئيس. بس احنا برضه لو رجع المشهد هتلاقيه ان انا ماسك اللعيبه عشان انا خايف حد ينزل، لو حد نزل هياخد تكنيكال فاول، فهتلاقينا ايه موقفهم عشان هي مش ناقصه يعني، هو في تكنيكال فاول اوريدي هتحسب، فلو اتحسب واحد كمان هيبقى مشكله كبيره. فهو ساعتها انت كنت بتوقفهم عشان ما يطلعوا بره بالظبط، والباقي يكمل في الملعب عادي. بالزبط. يعني خلاص فهمتوا ان لسه في لسه الملعب، لسه في نص ثانيه، اللي هو 0.6 من الثانيه كده. مش عارف انا ايه موضوع نص ثانيه. خلي بالك انا بطوله افريقيا 2016 احنا كنا هنخسر بنص ثانيه زي دي، كره اتشاطت. اهي يا كابتن احمد. بص هتلاقي اما يجي الصوره على البنش ايش خلاص الناس. بص انا وبص هو بيأمنه، وانا عمال اقول له اهبد او بيحجز عليه محدش ينزل خلاص. تو شوتس ليه؟ انت بتقول لهم تو شوتس لينا. تو شوت، ما هو احنا لينا تو شوتس، بس مش عايزين ناخد تكنيكال فاول، لان التكنيكال فاول هيتشاط قبل التو شوتس. لا وإيهاب ايه؟ انت ايه؟ خلاص. ولسه هنا بقى بيتكلموا ويشوفوا هيعملوا ايه، صح؟ راحوا ورجعوا، راحوا ورجعوا مرتين. هم لحد هنا لسه هم ما خدوش بالهم من شوطه ايهاب. هم لما احنا هم كانوا هيراجعوا الوقت، فراجعوا الوقت وجم. مدرب الاتحاد طلب التشالنج بتاعه ده. فخد هنا تكنيكال فاول. ايوه برضو دي قصص غريبه جدا. الواحد برضو يعني الفار ده او الفار بالنسبه للكوره، بالنسبه للسله اسمه الاي ار اس، ده مستحدث مش كده؟ بقى له قد ايه؟ سنتين يعني في مصر. بس هو في الدوريات الاوروبيه وفي الام بي اي يعني بقى له كتير، بس في مصر لسه اعتقد بقى له سنتين. صح؟ بقى له سنتين. بس فارق معانا جدا طبعا، وبيساعد الحكام كتير. بتاعه كان في ايه؟ انا ما يعني معلش مش فاهم حاجه. يعني النهارده في اول الماتش الكوره هيثم كمال في لعيب الاتحاد شاطها، والحكم حسبها باسكت، وهي ما اصلا ما حدش لمس الكوره. رجعوا للار اس اتشالوا النقطتين من نادي الاتحاد. يعني برضه هو فادنا النهارده بصراحه. هو ماتش زي ده خلص فارق نقطتين، فكل هجمه وكل بوزيشن وكل كوره بتفرق. فكوره زي دي ان الكوتش اصلا ياخد تشالنج في الشوط الثاني بدري، عادة الكوتش ممكن يستنى لغايه الشوط الرابع اخر خمس دقايق كوره مهمه يستنى. بالظبط زي ما التاني عمل. بالظبط. بس ماتشات زي دي كل كوره مهمه، وهو كان متاكد ان الكوره دي عمر ما لمسهاش، وكسبنا التشالنج وشالوا نقطتين من عندهم. فيعني الرئيس اكيد مفيد للحكام وللفرق طبعا. اللي بيريحك كمان انت كلاعب ان انت تشوفه، ان انت تبقى عارف ان الحكم ممكن يرجع لكوره يشوفها عملت فيها خليت فيها سيف. برضو قبل المباريات، قبل هذه المباريات، المباريات المهمه الثالثه اللي هو يعني الجيم 4، الجيم 4 ده كنت ممكن تكسب، ولو قدر الله ممكن تكمل لسه توصل لجيم 5. بتقعدوا مع اللعيبه تتكلموا في ايه؟ مش في الملعب، في الاوتيل بقى قبل ما تقعدوا. عشان انا عارف ان انتوا بتعملوا قعدات كتير كتير. لا احنا القعده المهمه فعلا كانت بعد جيم 2 اللي خسرناه. اللي خسرناه دي بس كمان خسرناه فرق، وكان كمان عارف لما انت اصلا تعبان بدنيا ونفسيا وخسرت فرق، فكان مهم جدا ان احنا يعني نفوق تاني. يمكن بصراحه اللعيبه كلها كانت يعني كله كان رجاله وكله كان فاهم ده كويس. زعلنا شويه. تاني يوم كله ركز بقى في التمرين، كان عندها تمرين، كله ركز في التمرين. عملنا اجتماع بعد التمرين قلنا ان الدوري ده مش هيروح مننا. بصراحه كله كان رجاله يعني. الكابتن احمد برضو عدد البطولات اللي بتاخدوها دي بيسبب ضغط عليكم اعتقد. اكيد في اللي جاي كمان. طبعا الواحد كل ما بياخد بطوله بيبقى شايل هم ان الناس هتحمله مسؤوليه اكبر، ان الناس خلاص يعني بقى عندها ثقه في الفرقه وفي بالزبط. الجهاز وفي اللعيبه، ان احنا خلاص احنا مش متقبلين بقى اي حاجه اقل من كده. فطبعا البطوله، بس هو بصراحه كابتن اسلام اللعيبه اللي موجوده دي بصراحه معدنها جميل. اللعيبه فعلا زي ما ايهاب وسيف كانوا بيقولوا يعني بيلعب زي ما بيلعبش. يعني مروان سرحان ادي مثال بمروان. مروان احنا مسافرين كمان يومين عن رايحين البال، مروان مش في ال 12 اللي مسافرين. من اكتر اللعيبه اللي مموته، انا فرحان بيه جدا انه مموته نفسها في الملعب ولعب سيريس. وعمل كام النهارده واحده ولعب سيريس على اعلى مستوى. ده يقول لك ان الفرقه دي فعلا معدنها كويس، والفرقه دي قلبها على قلب بعض.
فالبطولات دي الفوز بيها مش جاي من فراغ، جاي من انكار للذات. احنا حتى الجهاز من اول اوجستي لحد عم حامد اللي هو مسؤول الغرف، كلنا واحد، كلنا عندنا هدف واحد ان احنا نكسب. اللعيبه نفس الكلام، اللعيبه كلها مش فارقه مين في الملعب. دي 72 دي تهيألي صح؟ وده اللي احنا اتكلمنا فيه وكنا بنتكلم فيه قبل الماتش مع بعض، ودايما ان احنا يا جماعه خلاص احنا طالما انتوا الحمد لله ربنا كرمنا بجيل كويس زي ايام جيلكم ما كان بيلعب في كوره، طالما انت جيل كويس وربنا كرمك كل بطوله تخشها ما تسيبهاش يعني. صحيح. حاول تموت نفسك لان ده تاريخ، بعد ما تبطل وبعد ما تبطل تدريب او تبطل لعب هتفتكره. يعني انتوا عارفين انا مثلا الحاجات اللي انا يعني هموت عليها ايه؟ بطولات الافريقيا اللي احنا خسرناها. انتوا كسبتوا كتير. ايوه بس احنا كسبنا كتير، لكن يعني انا واخد 3 افريقيا مع الاهلي. لكن انا مثلا افتكر بتاعت انرامو دي بتاعت لا انرامو دي انا كنت بطلت، لكن انا بتكلم على 2007 مثلا النجم الساحلي اللي خسرناه بتاعت عبد الحكيم العرجون. عبد الحكيم العرجون بس من بينالتي بركات هناك. الله ينور عليك. الله ينور عليك. اصل انا بتاع كوره اصلا. فمثلا انا زعلان على ايه؟ ازعل على البطولات دي اللي احنا خدناه الحمد لله كسبناه. لكن انا مثلا كان نفسي اخد، يعني اخدت 5 و6، كان نفسي اخد 7. صح. فاهم؟ افتكر مثلا في الاسماعيلي لما كنت بلعب في الاسماعيلي نهائي افريقيا مع الاسماعيلي اللي خسرناه، الاسماعيلي خسر مع انيمبا. انيمبا قصدي انيمبا كانوا زي مزيب كان 2003. فانا افتكر الحاجات اللي هي افريقيا دي او الدوري، الماتشات اللي خسرناها يعني الحمد لله. الدوري 6 سنين خدت 6 دوري الحمد لله. فما فيش الكاس نفس الكلام، السوبر نفس هو افريقيا. فاحنا انا افتكر دايما كلاعب الحاجات اللي انا خسرتها. احنا بطوله عربيه مقصره في البيت، كانت مقصره فينا. لسه كنت هقول لك كانت مقصره فينا جدا. من اكتر البطولات انا كانت البدايه خلي بالك، فكله قال لك الله طب هي كانت طفره وخلصت ولا ايه؟ كانت البدايه وخطفتك في المطار يعني. احنا في البطوله دي احنا يعني انا بس احنا فعلا خسرنا فعل الخطوره دي. ايوه الحكم السعودي وعايز اقول حاجه، الكلام ده متصور بس احنا طبعا يعني ما نقدرش ان احنا نبين حاجه زي دي. جه في المطار لإيهاب واعتذر له وقال له انا غلطت وانا اسف. ولان انا فاكر اصلي الدور قبل النهائي كنا بنلعب الاتحاد صح؟ لا كازما اتحاد طلع من الدور الثمانية. لعبنا كازما كويتي وكان ماتش كازما. هو قالوا كازما صح انا فاكر بالظبط ماتش صعب. قالوا قبل النهائي هو الماتش هي هو البطوله يعني. ولو الاتحاد كسب الناحيه الثانيه وصلنا هيبقى هو ده فالاتحاد اتغلب واحنا كسبنا كازما كويتي. احنا كنا كسبانين الماتش الفاينل ده 15 بونت اصلا. وفرق كبير يعني اتخطفت من يعني. لا بس القرار اللي هو كان مؤثر جدا، القرار اللي هو الكوره اتحسبت على ايهاب وايهاب اتطرد لانه كان الفاول الخامس، وكره كانت فاول لايهاب واتحسب علينا تكنيكال فاول. فده كان قرار واحد خلص طلع منه 3 4 قرارات. فهو ده خلص وده في اخر كام سنه اخر كوره صح. فانت عارف بقى هي كانت في الاول ايه؟ احنا كسبانين الخمس بطولات بقى فعمالين احنا نفتخر ونتبسط ونعمل، وبعدين اول بطوله على في الموسم خسرنا، كانت اول بطوله في الموسم. بس انا كنت عايز اقول حاجه على النقطه دي. يمكن انا بقالي 4 سنين في نادي الاهلي، اول سنتين تقريبا لعبنا يعني ممكن 8 فاينالات تقريبا او ايوه لعبنا كل لعبنا 7 أو 8 فاينالات خسرنا منهم 5 أو 6. يا نهار ابيض. وكلهم كانوا قريبين قوي. فيمكن اعتقد اول سنتين ليا في النادي كانوا صعبين جدا. صعبين بالظبط. ويمكن الفرقه كلها اتعلمنا من السنتين دول، واعتقد ده اللي احنا دلوقتي يعني الماتشات المهمه الفاينالات اتعلمنا ازاي نكسبها. فعمرك ما هتكسب لازم تخسر الاول وتعلم من خسارتك وبعدين تكسب. والفرقه اعتقد بقى لها مع بعض يعني دلوقتي 3 4 سنين يمكن 4 سنين تقريبا. فخلاص خسرنا مع بعض، كسبنا مع بعض، شفنا الوحش شفنا الحلو، فاعتقد ده قربنا من بعض قوي. كلاعبين طبعا. سيب برضو الديات اللي بتقابلكم ايه كلاعيبه بقى بعيدا عن الجهاز الفني ومجلس الاداره والكلام ده، انتوا كلاعيبه اكبر التحديات كلاعيبه زي هو كابتن احمد قال قبل كده يعني، زي طول ما انت بتكسب مطالب ان انت تكسب اكتر. والباسكت عندنا الموضوع صعب يعني، يمكن اخر سنتين بس اللي بقى لنا بنلعب الاتحاد، بس ده مش طبيعي يعني، مش طبيعي في الباسكت. الباسكت احنا بنلعب 3 4 فرق جامدين و3 4 فرق بالدعم. ده اللي انا بقوله. فيمكن التحدي عندنا ان انت كل ما بتكسب ازاي تحافظ، ازاي تحافظ على المكسب ده، ازاي تفضل فرقه واحده زي ما كوتش اوجستي معلمنا. نفضل على طول مش فارقه مين اللي بيلعب، كل واحد ليه دور، كل واحد ليه دور في الملعب، دور بره الملعب حتى. يمكن ده اللي مخلينا نكسب، وازاي بقى نحافظ على ده هو ده الصعب. طيب ورينا يا سمير
اشمعنى بقى؟ عجبتك؟ جامد والله. الله خير. كسر. كسرته؟ بس والله كان مكسور والله من قبل. هم اللي كسروه مش انا. اشمعنى رقصة بيرسي؟ والله يا كابتن احمد هو اللي قال لي كده. اه الله عايزين نحتفل بيرسي. حلوه لطيفه اصلها يعني عارف عملت شو منظر وبتاع عشان كده حلوه بصراحه وانت داخل لنا بيها برضو. والله انا عايزين نحسسه بقى هو الراجل بقى له فتره عامل مع الاهلي ماتشات بيرسي تاو بقى له فتره بصراحه واحد تاني واحد يعني جبنا محترف مش هو اللي كان جه في الاول يمكن يشوف دي يحس ان احنا كلنا حاسين بيه. احنا كنا لسه بنتفرجوا على الماتش مع بعض بس ماتش الكوره ماتش الترجي الترجي ايه رايكم في الماتش صحيح؟ يمكن في الكوره نتكلم مع احمد. لا الماتش يعني انا كنت شايف ان احنا نقدر نكسب 5-6 في الماتش ده بس يعني ترجي من الفرق الاهلي بيحترمها بصراحه في افريقيا يعني ترجي فريق محترم وفريق كبير طبعا وهو بص اللي بيخلينا دايما بنحب الترجي ان دايما بحس ان فريق الترجي الجمهور بيحترم الاهلي قوي قوي صحيح يعني دايما حتى لما كانوا بيتكلموا على الاهلي انا ليا اصحابي توانسه ولعبت مع ناس توانسه وانا بلعب بيتكلموا على الاهلي باحترام فالماتش كان بصراحه الاهلي انا حاسس حاسس كرويا ان احنا بدانا نتعلم كنا الاول مع كولر في الاول كنا دايما بنلعب ساعات ماتشات تخلص تعادل او نتغلب على طول احنا فاتحين الملعب دلوقتي علينا ان احنا لما نكسب نقفل الملعب وبقينا نعرف ان احنا نحافظ يعني لو تاخد بالك ماتش سان داونز اللي هنا 2-1 لينا برضه كنا بنلعب عادي اللي هو فتح اللعب هو فتحنا اللعب كذا ماتش كده حصل ماتشين ثلاثه كده رجع بقى اتعلم رجعنا بقى اتعلمنا اخر تقريبا اخر 10 ماتشات الفرقه دخل فيها جون تقريبا كابتن احمد الجرحي المدرب العام لكره السله المحلل القادم المحلل القادم لكره القدم معانا هنا في الاستوديو بالمناسبه اول ما يرجع من البلح هجيبه عشان يقعد معانا وبعدين ايه حسام غالي يعني صح ده حبيبي وبعدين كابتن عادل عبد الرحمن برضه حبيبي وكابتن عادل طب كابتن عادل معانا في الاستوديو على طول تعالى معاه انا هديته النهارده الدوري يعني ايهاب برضه كره السله ليها طعم يعني انا بشوف ان جمهور الاهلي تحديدا بيحب كره السله يعني كره القدم وبعدين كره السله واليد طبعا الطايره وكل حاجه ولكن كره السله بالنسبه لهم بيبقى ليها يعني حاجه كده لطيفه انا فاكر من سنتين انت رقصت حد حطيت الكره ما بين رجله وبتاع فتعمل عليها كان اول ماتش ليا تقريبا مع الاهلي ضد الزمالك في الكاس كان من ثلاث سنين تقريبا اربع سنين كمان اول ما جيت فكانت يعني اقصد ان الناس لما بتلاقي حاجه بتتعمل حلوه في كره السله بتبقى مبسوطه بيها قوي ايه اللي بيخلي الناس كده؟ اعتقد هي لعبه ممتعه جدا ولعبه شيقه وبعدين لعبه ثواني برده يعني زي ماتش النهارده جيم 4 نهائي الدوري 72-70 ممكن هما في اخر كوره يجي لهم يشوتوا ثلاثيه يكسبوا عادي صح لكن انت ممكن في الكوره مثلا كسبت 2-0 3-0 يعني وفي الهاندبول وفي الفولي فالباسكت اعتقد اللعبه يعني صعبه جدا على الجماهير وبيحبوها وانا شفنا يعني دعم كبير قوي بعد ما كسبنا الدوري اللي فات يمكن كسبناه 3-2 كان فاينل صعب مع نادي الاتحاد شفنا دعم كبير قوي وعرفنا قد ايه يعني الجماهير بتقدر الفرقه وبتقدر المجهود اللي بنعمله ف يعني بنحاول ان احنا نمتعهم بس مش يعني بالاداء بس بالفوز ببطولات طبعا دي اهم حاجه دي لو كانت دي الكلام اللي انت بتقوله دي لو كانت الثلاثيه دي لو جت خلاص انا بقى والله انا ما اتفرجتش على الحاجات دي خلي بالك انا قفلت يعني هو هنا وبعدين ده احسن واحد بيشوط دي لو جت فيها جلطه دي لا جلطه ايه ده كلنا فيها جلطه كلنا حضرتك انا قافل التلفزيون ما اتفرجتش على دي انا كنت قاعد فوق فسمعت ايه وبتاع خلاص قلت الحمد لله كسبنا لكن انا اول ما الحكم عمل تكنيكال فاول قفلت التلفزيون احنا في اسباب كتير كنا عايزين يمكن نكسب ماتش النهارده اكيد ان احنا نكسب الدوري بس طبعا الاهم بالنسبه لنا ان احنا زي ما كابتن احمد قال ان احنا مسافرين خميس بالليل بالظبط فمش هينفع نلعب نهائي يوم الاربعاء ويبقى عندنا ماتش سبت فيعني كنا عايزين نحسب لا بدري لا قدر الله بقى يعني محدش عارف خلاص بقى طبعا انت رايح يوم الاربعاء ماشي هلعب ماتش وتقيل ومستني ان انا اسافر لا قدر الله خسرت الاربع كمان انت دخلت نفسك في قصه قصه طويله عريضه لكن الحمد لله يعني برضو نشكر الراجل اسمه ايه جونسون لا اسمه ايه الراجل بتاع المحترف بتاع الاتحاد اللي ضيع الثلاث نقط جونسون نشكر جونسون بالظبط نشكر اطهر الطاهر الناس تطلع تقول لك ايه يا جماعه انتوا طلعتوا للدور بتاع فانتوا فرقه محظوظه في الكوره طبعا
انا كنت فرقه محظوظ. فاشكروا قطر يا عم، بنشكر قطر زهق يعني. ماشي شكرا يا عم قطر، متشكرين جدا. فبرضه نشكر جونسون النهارده. واحنا برضه مش في ماتش سان داونز في مصر ضايعين بنالتي احنا برضه صح؟ نعم ماتش سان داونز في مصر احنا مضيعين بنالتي برضه. ايوه محمد هاني. طيب ما انا بقول لك يعني لا اصل الناس يعني كان ممكن دي تيجي عادي، كان ممكن تيجي وكنا وصلنا من غير الهيصه دي كلها ووجع الدماغ ده كله. ولكن والله كابتن اسلام ده برضه حتى بنلاقيه في الباسكت، احنا في الباسكت احنا تم يعني بص احنا الحمد لله السنه اللي فاتت خدنا بطوله المنطقه وراها بتوع العربيه وراها كاس مصر وراها دوري السوبر والسنه دي دوري المرتبط وكاس مصر، كان كل بطوله الناس تقعد تشكك في حقيقة. اصل حكام مصريين على فكره، حكام مصريين حكام كويس على فكره كويسين. انا اشهد ان حكام مصريين عندهم اكيد في زي ما كلنا بنحاول نطور نفسنا من مدربين اجانب ولاعيبه اجانب وحكام يتطوروا، بس هم عندهم امانه، عندهم من الامانه ان هم يعني هو مش قاصد يكسب او يخسر. لا لا طبعا لكن احنا لعبنا بحكام عرب في بطوله عربيه، ولعبنا بحكام افارقه، ولعبنا بحكام اوروبيين، ولعبنا بحكام من امريكا اللاتينيه، والمره دي قالوا لا نحط ثلاث حكام اجانب. الموضوع ده مش بيشغل بالنا خالص. اوكي ما بتبصش لكده خالص ولا بتتكلم معاهم في حاجات دي ولا عمرنا طلبنا. أوكي. على فكره طلب الحكام الاجانب كان بناء على طلب نادي الاتحاد السكندري، والنادي الاهلي وافق يعني ما عندوش مشكله، عشان ما لو النادي الاهلي ما وافقش هيبقى شكلها كان الاهلي انا عايز العب بحاجه معينه. احنا موافقين ما عندناش مشكله حكام مصريين او اجانب. فكان تحدي كبير الدوري ده ان احنا نكسب بالثلاث حكام الاجانب في ظل ان ده بتلعب فريق محترم زي نادي الاتحاد، لان انت على طول مطالب منك، هو مش مطالب منك بس انت على طول محطوط في مربع كده الاتهامات ان انت صح بتتجامل، او ان انت مع انه والله انا بقيت احس ان في حكام بيتحكم لنا في الدوري عشان يثبت ان هو مش مع الاهلي فبيبقى ضد الاهلي قوي. برافو عليك، يبقى جاي على الاهلي عشان هو عليك. انا كده مش مع الاهلي. بيحصل في الكوره وفي السله وفي اليد وكل حاجه. في الكوره بنشوف كده برضو ان الحكم يقول لك ايه، ما يعني حتى لو اخطا يعني حكم كابتن وليد عبد الرازق مثلا في مباراه اللي هو ادى الانذار لمحمود متولي. احنا قلنا غلط ان انت تدي انذار، قال لك لا يا جماعه ما حدش يلمس الحكم وبتاع. طب في مباراه الزمالك وبروكسي الناس لمسته ما اداش لحد. ده يخليك تفكر بقى يعني، ده يخليك تفكر في ان كره القدم طب هو ليه عمل كده مع الاهلي وما عملش كده مع بروكسي؟ عشان هو عليه ضغط الاهلي، هو الاهلي هو نازل بضغط، هو عايز يثبت ان انا لا بص انا جامد مع انا مع الاهلي كروت و والعين الحمراء يعني. فاحنا للاسف احنا مره قلنا الموضوع ده للكابتن الخطيب اما يوقف معانا قال انا عايز اسمع اكبر واحد واصغر واحد. اوكي احنا في الكوره بعمل كده، قال انا لما بخش فاز الكوره بسمع الكبير وبسمع الصغير. فكان ساعتها لسه مودي بيلعب، فكان هو كابتن الفرقه، فقال له يعني احنا في يعني ساعات حاسين ان احنا اتحاد الباسكت او الحكام قالوا يعني هو قطم الكلام على طول، قال له احنا كنادي اهلي متعودين نلعب كل ضد كل الظروف. صح. فالموضوع ده بالنسبه لنا مش لا هنتكلم في حاجه زي دي ولا هنتدخل في حاجه زي دي، احنا مطالبين ان احنا نلعب كل ضد كل الظروف، ودي فعلا الحاجه اللي بتميز الفرقه بتاعتنا. سيف وجود الكابتن خطيب بالمناسبه النهارده تحس ان هو يعني النهارده تحس كمان ان هو فرحان ومبسوط وسعيد بالمجموعه، لانه معانا او معاكم يعني من اول يعني. هو كان ما بقول كابتن خطيب عشان ما حدش يقول تطبيل ومش تطبيل، كابتن خطيب واعضاء مجلس الاداره، يعني كابتن خطيب يبقى اعضاء مجلس الاداره كلهم، سياده الوزير العامري فاروق والاستاذ خالد مرتجي وكل الاسماء اللي موجوده. انا بس عشان محمد سراج كان موجود برضه، الدكتور محمد سراج كله بيبقى موجود. يعني انا بصراحه انا الماتشات دي ببقى عايز اجي، بس انا واحد من الناس ان انا يعني ممكن اتعب فانا ما بروحش. هو انا استغربت كابتن خطيب جه اصلا، هو اصلا قبل كده قال لنا انا ما اقدرش العب، ما اقدرش على لعيبكم، لا ما اقدرش على اللعبه بتاع يعني احنا معظمنا خلي بالك احنا في الملعب الملعب حاجه، ولما تيجي تشجع بقى النادي بعد ما بتبطل حاجه ثانيه فانت انا كل شويه يقولوا لي طب ما تيجي الماتش ده، اقول لهم طب حاجه، وبعدين الصبح مثلا اقول لهم لا مش جاي خلاص. والله العظيم انا كنت جاي النهارده مثلا، وبعدين قلت بقول لك ايه لا مش جاي، اقعد اتفرج عليه هنا واللي ايه حاجه حصلت تديني ايه بحقفل التلفزيون وامشي محدش هيحس بيا، لكن هناك هتعمل ايه؟ هناك في وشك يعني. تخيل اللقطه الاخيره دي جونسون جابها وانا يعني اي حد اهلاوي هيبقى فكرت خطيب كان انا حسيت انا حسيت بيه يعني هو مبسوط وسعيد مبسوط هو يعني نعم على النقيض بقى الحاج محمد. لا طبعا الحاج محمد حقه موقف صعب بصراحه، لان هو بصراحه فعلا بجد راجل بيتعب مع الفرقه بتاعته. فبرضه يا سيف انا بسالك وجود الكابتن خطيب النهارده اعتقد بما انه بيقول لكم انا ما اقدرش احضر الحاجه يعني احنا اتفاجئنا ان هو جه تقريبا في نص الماتش
يمكن ده ادانا دفعه كبيره جدا حقيقي. يعني فعلا فعلا ادانا دفعه كبيره جدا ان هو احنا مش متعودين ان هو يجي في يجي كده في نص الماتش، عارفين ان هو بيتعب فما بيجيش ماتشاتنا احنا بالذات علشان الماتشات بتبقى قريبه جدا وعارفين ان هو بيتعب ما بيجيش، ان احنا نشوفه داخل فدي ادتنا ثقه هو ازاي واثق فينا. يعني ازاي هو دخل وهو بيتعب كده ودخل بين الشوط الثالث هو واثق فينا، ما ينفعش ان خلي بالك الشوط الثالث كمان كانت نتيجه قريبه قريبه حاجه دخل ما بين الشوطين دخل ما بين الشوطين بصراحه دي حقيقه. انا اول ما شفته قلت لا ده يعني هو واثق فينا لدرجه ان هو جه وهو بيتعب، لان احنا طلبنا منه قبل كده يجي قال ما مش هقعد انا في الكوره بروح عشان انا فاهم لما الكوره تبقى خطر ممكن ابص الناحيه الثانيه انا فاهم كوره، لكن انتوا لعبتكم دي انا هفضل اعمل ايه مش هقدر ده كل ثانيه بص ده حقيقه ايوه يعني فلا ادانا دفعه كبيره جدا وادانا ثقه ثقه ان احنا خلاص احنا نخلص البطوله النهارده يعني. طيب اخيرا عشان برضو انا عارف ان انتوا تعبانين جدا ونفسكم تروحوا، ايهاب وسيف وكابتن احمد بعد اذنكم يعني كاميرا معاكم وجهوا هي الكاميرا فينا شباب وروا ايهاب الكاميرا بتاعته اي حاجه عايز تقولها لجمهور النادي الاهلي لمجلس الاداره للعيبه زمايلك اللي عايز تقوله اتفضل. يمكن اول حاجه هشكر اللعيبه زي ما قلت كتير اللعيبه رجاله مش هقول واحد واحد بس يعني بجد يعني مبسوط ان انا بلعب الفرقه دي ولما تشوف الناس يعني بيعملوا ايه في حياتهم وفي التمرين وفي الماتشات وفي كل حاجه بتحاول انت تدي اكتر فيعني بشكر اللعيبه كلها وطبعا بشكر الجماهير النادي الاهلي ما كانتش قادره تبقى موجوده معانا في نهائي الدوري للاسف بس يعني عارفين قد ايه هم ورانا وان شاء الله نقدر نفرحهم كمان وان شاء الله نقدر نحتفل معاهم بعد بطوله افريقيا ان شاء الله وطبعا بشكر مجلس الاداره لدعمهم زي ما سيف قال معانا من اول جيم 1 لغايه جيم 4 وطول السيزون يمكن جم سافروا معانا كويت كل البطولات موجودين معانا ف ان شاء الله نقدر ان احنا نفرحهم اكتر في بطوله افريقيا ان شاء الله. سيف اولا بشكر اللعيبه بشكرهم على الروح العاليه جدا منهم وعلى انكار الذات اللي حصل في الماتشات دي وبشكر طبعا جمهور الاهلي واعضاء مجلس اداره بشكر جمهور الاهلي ومقدرين قد ايه انتوا عايزيننا نكسب وان شاء الله نقدر نفرحكم اكتر وبشكر اعضاء مجلس اداره وكابتن محمود الخطيب ان على الدعم الكامل وعلى الروح اللي هو بيدوها لنا ان احنا نقدر نكمل وبشكر طبعا عيلتي وبشكر كل الناس اللي واقفه في ظهرنا يعني بس. كابتن احمد والله كابتن سام اول حد لازم نشكره هو جمهور النادي الاهلي حي. هو السبب في المكاسب دي كلها ونشكر مجلس الاداره على الدعم للفرقه اللي على طول في ظهرنا وبيحقق طلبات الفرقه. اللعيبه بقول لهم فخور ان انا بمرن جيل زي ده بصراحه جيل جميل كله مميز اخلاقيا وفنيا. بشكر الجهاز كله يمكن اكتر واحد اشكره في الجهاز عم حامد الكاس لان ده بيتعب مع الفرقه كان ايه اللي قبل ما نطلع هو جدا 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 يعني حامد الكاس اهم واحد في الفرقه طبعا هو يعني طبعاً. بصراحه هي. بيتعب جدا معانا وبيساعده برضو جمعه برضو أبطال مهم جدا طبعا بشكر يعني وبشكر كل اصدقائنا بالذات اخص بالاسم يعني محمد منظور ده بيجي ده اهلاوي بيجي لنا من طنطا عشان يجي يتفرج على الماتش ويروح ده صديقنا صديق ده انا لما يعني. بشوفه بتفائل يعني هو دايما رجل النهائيات بيحصل معانا النهائيات محمد محمد منظور محمد منظور وعادل شوقي طبعا عادل شوقي عادل شوقي معانا على طول وطبعا وبهدي طبعا البطولات دي طبعا روح والدتي الله يرحمها وابويا وزوجتي وبنتي واخواتي وفرحان جدا بقطاع الناشئين في النادي الاهلي ان هو بقياده اتنين دلوقتي زي مودي الجرحي وابراهيم الجمال كانوا بيلعبوا معانا السنه اللي فاتت وكريم ضيف مع كوتش داني صراحه المنظومه بقى كلها كده يعني تبقى فرحان وفخور بيها وهم كانوا في ظهرنا النهارده في الملعب طبعا فكل الناس دي ورا المكسب ده المكسب ده مش وراه لعيبه وجهاز بس المكسب ده وراه جمهور واداره ولعيبه وجهاز كل حاجة. وناس حوالين الفرقه
وبشكر حضرتك طبعا، ونتمنى ان احنا نقعد مع حضرتك. بشكركم ان انتوا النهارده موجودين معانا والله. نتمنى نقعد مع حضرتك السنه الجايه نفس القعده زي السنه اللي فاتت. انتوا دايما مشرفينا وسعداء جدا بيكم، ويعني بتتعبونا لكن في النهايه بيني وبينك الواحد وهو في الملعب حاجه، وفي بجد والله انا وانا في الملعب ولا كان في دماغي حاجه خالص اقسم بالله. بعد ما يعني ربنا يديكوا العمر طبعا والصحه، بعد ما بتبطل وبتحب الاهلي من قلبك فعلا هتطلع بره اسال لو تنس طاوله يعني، ما الواحد بيبقى على اخره. فانا دايما ببقى سعيد بالانجازات اللي بتحصل، ببقى سعيد لما بشوف ان احنا بنلعب. اصل فريق الاتحاد ده فريق قوي جدا قوي جدا جدا يعني. انا عارف السله وعارف اللي بيحصل في اسكندريه، انا اسكندراني فعارف اللي بيحصل في اسكندريه. سبع لعيبه من المنتخب وقد ايه الدعم اللي بيعمله الحاج محمد مصلحي ليهم، وقد ايه بتبقى الجمهور الاسكندريه عامل معاهم. هم فرحه اسكندريه باسكت في فرحه، ولكن الحقيقه ما يقابلهاش حاجه غير دعم مجلس اداره النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في وجود حضراتكم بصراحه يعني. فعشان كده 70 80 مليون او اكتر شويه اهلاوي بتلاقيهم واقفين في ظهركم النهارده. 70 80 مليون اهلاوي بيتفرجوا على الماتش، سايبين محمد صلاح وماتش محمد كان هيبدا 10، انتوا خلصتوا بدري شويه، ولكن على قناه الاهلي وفرحانين بالفرحه بتاعتكم وسعداء هم عملوا ايه بتاعتكم. نعم عملوا ايه؟ مين؟ ليفربول كانوا كسبانين شوط 2-0، معرفش بقى كملوا عملوا ايه، ولا بيقولوا لي يا شباب عملوا ايه عشان لسه. فانا بشكركم جدا جدا ان انتوا من الملعب لهنا، وبالعكس ده شرف ليا ان انا اكون معاكم، وابقى سعيد جدا جدا جدا. 3-0 ليفربول. لا انا مش فرحان، انا بشجع مانشستر يونايتد لازم يخسر. فبالعكس انا اللي مبسوط وسعيد جدا بوجودكم معانا، وجمهور الاهلي الحقيقه سعيد جدا جدا بوجودكم، وان شاء الله ترجعوا من دوري ابطال من البال يعني، ترجعوا ان شاء الله ان شاء الله نحتفل بيكم مره ثانيه. شكرا جزيلا يا ايهاب، شكرا جزيلا يا سيف، شكرا جزيلا يا كابتن احمد على وجودكم معانا، والف الف مبروك ان شاء الله، دايما متابعينكم في ظهركم ان شاء الله. شكرا جزيلا للابطال. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره كابتن احمد زاهر، طبعا واحد من المصريين اللي محققين نجاحات الحقيقه في دوله الامارات، ومدرب حراس مرمى الحقيقه له دور مهم جدا في نادي الجزيره الاماراتي، وايضا واحد من المحاضرين الدوليين في اسيا. ازيك يا كابتن احمد؟ اهلا بحضرتك. كله تمام الحمد لله. كابتن احمد الاول يعني خلينا ابارك لك على كل هذه النجاحات وكل هذا التالق الحقيقه، سواء مع نادي الجزيره او من خلال وجودك في دوله الامارات. بدايه انا سعيد بتواجد على قناه النادي الاهلي. اهلا وسهلا. وتواجدي مع حضرتك، احب ابارك للنادي الاهلي على فوزه في مباراه الترجي، وان شاء الله يحسمها يوم الجمعه ان شاء الله. مبروك لفريق السله الانجازات، بس ده النادي الاهلي، الطبيعه بتاعت النادي الاهلي كده، ده بدايه يعني. احنا بقى لنا الحمد لله اسبوعين، فالاسبوعين السنه دي دايما في اخر السنه بتحصد موسم كامل. الحمد لله الاسبوعين لغايه دلوقتي الحمد لله الامور ماشيه كويس جدا، ربنا بس يكملها على خير ان شاء الله في بدايه الفتره القادمه، وتنتهي ان شاء الله بالفوز بالبطوله الافريقيه لكره القدم. كابتن يعني بدايه حديثي معاك النهارده، خلينا نتكلم عن بداية شغلك في مجال تدريب حراس المرمى. بداية أنا زي أي مصري لعبت كرة في نادي غزل المحلة، سافرت وأنا عندي 21 سنة لأن كان عندي طموح كبير يعني، اتصبت اتجهت للتدريب. أيوه. في سنة 98 99 كان من حسن حظي كان رئيسنا الدكتور طه إسماعيل في نادي الجزيرة، وده كان خبير كبير يعني الدكتور طه. طبعا. سافرت معسكرات، بدأت أتعلم في فرنسا ألمانيا إنجلترا، أخذت أعلى الشهادات. ما بتاخد دورات في الدول ديت بيعملوا زي نوتس او ريكومنديشن، يقول لك مثلا كابتن اسلام ينفع اداري كويس، احمد ينفع مدرب كويس، محاضر، لحد ما ربنا اكرمني بقيت محاضر اسيوي الحمد لله في كره القدم بجانب عملي كمدرب اسيوي. مدرب محاضر للمدربين بجانب عملي كمدرب محترف في نادي الجزيره. طب ليه انت بعيد عن كره القدم المصريه؟ مش بعيد، انا قابلت اكتر مره مع مسؤول في الاتحاد بس يقول لك ان شاء الله ما فيش نصيب. هل في ترشيحات قريب؟ بصراحه لا. في مصر لا ما فيش. يعني تقابلت مع المسؤولين اكتر من مسؤول لكن لحد دلوقتي ما فيش نصيب. بحكم تواجدك يعني بتتفرج على الدوري المصري، ايه رايك في حراس المرمى في مصر خلال هذه الفتره؟ والله احنا عندنا خامات كويسه، لكن لما تسالني على طموحي انا الشخصي لا يرضيني. يعني النهارده لما تيجي على واحد زي محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي بهذه الامكانيات الكبيره يلعب اول مباراه دوليه وعنده 31 سنه،
شيء مش ظريف. لو كان لعب بدري عن كده كان زمانه في اوروبا يعني. في كونه انه بيلعب يعني انت عندنا امكانيات كويسه لكن ينقصها التطوير. مش على الحراسه بشكل عام على اللعيبه. وانا احب اسالك انت اذا تسمح لي يعني. اتفضل. كابتن اسلام الشاطر انتوا في سنه من السنين بالاسماعيلي اخذتوا الدوري. الاسماعيلي افضل 2002 اخذتوا الدوري. ويعني بنحسب النهارده بطولات الدوري الاهلي 42 لقب دوري و38 كاس. اذا المنافسه شبه محصوره في واحد. صحيح. طب ده ليه؟ لان في خلل عندنا، ما عندناش استراتيجيات نشتغل عليها، ما عندناش تطوير. لكن برضه معنى كده ما ممكن نبص لحته ثانيه، ان ما يمكن الواحد ده هو الوحيد اللي بيطور نفسه. بس النادي الاهلي دايما هو اللي بيطور نفسه لما بيشوف. لا هذا لا انجازاته لا تقل منه، بالعكس. لكن انا النهارده انا النهارده افترض ان يبقى في منافسين للاهلي بشكل قوي، ده مش موجود. يمكن بلاحظ في الدوري السنه دي او السنين الاخيره يعني ان حراس الدوري كلهم فوق ال 30 سنه. ايه الفكره؟ الفكره اللي احنا ما بنشتغلش في القطاعات تحت صح، على ما اللاعب يكتسب خبرات ويوصل، فبيوصل لمرحله كبيره. دي سبب رئيسي يعني. النهارده لو ترجع بذاكرتك كاسياس 19 سنه افضل حارس في العالم، واخد بطوله اوروبا مع ريال مدريد. بيك فورت لاعب كاس عالم وعمره 22 سنه مع انجلترا. فده راجع لان انت لما تكون صح هيطلع لي اللاعب بسرعه ويديني اكبر وقت ممكن. ليه ما يبقاش في تفكير دايما يبقى في مثلا زي ما في بنشوف مدارس الكره المنتشره في كل انحاء مصر، ليه ما يبقاش في مدارس كره منتشره مختصه بحراس المرمى؟ هي مش عملت خاصه بحراس المرمى. النهارده الاتحاد الانجليزي عمل حاجه اسمها الدي ان ايه اللي هي الحمض النووي للكره نفسها. كان كل ما بلد تاخد كاس عالم يبعت الصف بتاعه يسالهم انتوا عملتوا ايه، ويبداوا يعملوا اعداد. فلو ان الموضوع ده ما بيجيبش معاهم نتيجه فبداوا يشتغلوا يعملوا مناهج خاصه بحراس المرمى، مناهج خاصه باللعيبه نفسها في كل مرحله لها متطلباتها. خليني اسالك برضو في تجربه الكابتن بدر رجب في الدوري الاماراتي وفي نادي الجزيره تحديدا. لا الكابتن بدر من الشخصيات الكويسه طبعا، واشتغل فتره كبيره في نادي الجزيره في قطاع المدرسه، ويعني عمل شغل على مستوى عالي بصراحه يعني. حتى ده انعكس في موجود لعيبه من افضل اللعيبه المواطنين عندنا موجودين في نادي الجزيره. لان المدرسه شغاله صح. هو اشتغل في في قطاع المدرسه من 6 ل 11 سنه. اوكي. فده الشيء يعني. شوف بقيمه بدر رجب وحفظ الالقاب بيشتغل في المرحله دي لان ده المصدر الرئيسي بتاعك. ده هناك كده كان قبل منه كورفر، وكورفر النادي الاهلي استعان به. صحيح. الهولندي. فده اللي خلى نادي الجزيره يتميز في هذا يعني. النادي الجزيره اللي بيفرق معاه دايما اللعيبه المواطنين وخريجي الاكاديميه. فده يعني ده اهم شيء عندنا هناك في النادي. ليه ما ليه بنشوف ندره دايما في احتراف حراس المرمى حتى العربي العرب عموما يعني؟ لا هو انا مش عايز نقول العرب، لان احنا النهارده في ياسين بونو بتاع المغرب. اوكي. بيلعب في اشبيليه. علي الحبسي من عمان لعب في الدوري الانجليزي. لكن خلينا احنا كمصر، ليه احنا ما عندناش حراس في المرحله ديت؟ مع ان نمتلك كل المعايير. بس لو حضرتك ذاكرت تسعفك في 90 احنا غيرنا قانون كره القدم. صحيح. بان كابتن شوبير استخدم المخزون التكتيكي بتاعه في اضاعه الوقت. لما الناس حللتها لقوا ان الراجل ده اخد وقت اكشولي تايم اللي هو الوقت الفعلي للمباراه اكتر من اللعيبه، فبدا يغيروا القانون. هي القاعده اللي بقول لك اذا اشتغلنا على مراحل البراعم والناشئين والشباب من هنا بنقدر نوصل ونقدر نطلع منتج كويس. لكن احنا دايما بنركز على الفريق الاول وده مش منطقي يعني. الفتره اللي جايه هيكون في او هتبدا اختبارات الناشئين في الانديه، يعني لو تقول نصايح لحراس المرمى تقول لهم ايه؟ يعني دايما احنا بندور على الحارس الموهوب. اكيد الحارس اللي رايح يلعب حارس فاكيد هو موهوب. بنقوله دايما خلي لك مثل اعلى دايما، حاول يبقى عندك طموح. طيب بحكم تواجدك يعني في الامارات، شعبيه النادي الاهلي في الامارات شايفها ازاي؟ لا كبيره، شعبيه النادي الاهلي كبيره مش في الامارات بس، في الوطن العربي كله. في الوطن العربي. طيب تابعت ازاي ماتش الاهلي والترجي الاخير؟ والله شفته كأي مصري، مش كأهلاوي، كأي مصري بفريق الأهلي بيلعب فده بيمثل مصر طبعا. كلنا بنبقى فرحانين بالنادي الأهلي لما بيكسب. بس أنا شفت إن المباراة الأهلي يعني عارف شخصية البطل بنت بدري. أوكي. ولذلك هو خلص المباراة. وعلى فكرة النتيجة ما تطلعش 3 المفروض تطلع 6.
الشناوي شفته ازاي؟ الشناوي واحنا 1-0 عمل جود سيف، صدى كويسه مؤثره، بس دي عاده الشناوي يعني في المواقف اللي نحتاجه فيها من اللي يعني. على الجانب الاخر حارس مرمى الترجي شفته ازاي؟ كان برضو اداؤه كويس لانه برضو بيلعب النادي الاهلي، بيلعب بطل افريقيا مش بيلعب اي حد، كان تحت عليه تحت ضغط كبير يعني، كان متاثر بالضغط برضو. على الرغم ان هو كان سبب رئيسي في الهدف الاول، في الهدف الاول، بس ده ضغط برضو. انا بلعب قبل النادي الاهلي بالذاكره ديت، انا لعبت احتياطي في غزل المحله ضد النادي الاهلي سنه 91 لما شفت حسام حسن محافظ الالقاب وياسر ريان في رهبه، فما بالك ده بيلعب قبل النادي الاهلي برضو. طب شايف مستر كولر ازاي مع النادي الاهلي ونجاحاته حتى الان؟ قد اختلف معاك في النقطه دي. اتفضل. النادي الاهلي ينجح اي مدرب. اوكي. بادارته، بعناصر اللعيبه اللي عنده، بالسيستم اللي ماشي عليه. تمام. الاهلي له استراتيجيه ماشي عليها من فتره كبيره. بيجي مجلس اداره جديد بيكمل على اللي قبل، وده اللي بنفتقده في نواحي كتير في ناحيه الاداره. ف زي ما نقول شخصيه النادي بتنعكس على شخصيه المدرب. ولكن اداؤه الفني في الاخر هو اللي بيعمل الاداء الفني، او هو اللي بيتحكم في طريقه اللعب واسلوب اللعب والتكتيك والحاجات دي كلها. لا، انا اقولها لحضرتك بشكل تاني اذا تسمح لي. اتفضل. دوره كام النهارده؟ انا لما تمسك لي لعيبه الاهلي فرد فرد، لعيب على مستوى عالي، هو راجل بيدير، هو بيدير بالظبط. ادارته صحيحه، وانا لو مش عارف انه بيدير كويس مش هتعاقد مع النادي الاهلي، ودي ترجع لاداره النادي الاهلي تختار الراجل المناسب في المكان المناسب في التوقيت المناسب. طبعا. ففي النهايه تتحسب لاداره النادي. يعني انا ما احاولش انسب قيمه النادي الاهلي في شخص مدرب. طبعا. ونرجع بالذاكره، هيدوكيتي كام سنه في النادي الاهلي؟ الجوزيه كام سنه في النادي الاهلي؟ ومع ذلك طلع بره لم يكن له دور. صح ولا غلط؟ صحيح. طيب يبقى احنا الاداره ثم اللاعب. طبعا. يجي دور المدرب في الفيرست تيم، لانه مش هيكون لاعب، مش هيطور لاعب، لكن هو بيدير المباراه. فاذا انا كمدرب هيد كوتش ما عنديش المقدره ان انا ادير مباراه، فاذا انا تعاقدي غلط، والاهلي مميز في حته التعاقد. بس انا في الاخر انا بختلف معاك تماما في الامر ده، لان انا بشوف انه المدير الفني له دور كبير جدا جدا في اداره مجموعه اللاعبين. حتى في إدارة. يعني لما يبقى عندي 30 او 35 لعيب كلهم اسماء كبيره جدا في مصر وفي الوطن العربي، وكيفيه ادارتهم اعتقد تبقى صعبه جدا، مش اي حد ينجح في هذا الامر. وتتابع البطولات، وخلي بالك شفتات في البطولات ما بين الدوري والكاس وافريقيا وكاس العالم للانديه وسوبر افريقي وسوبر محلي كويس اتفق في البارت ده، لكن خلينا نرجع بالذاكره. انت جبت موسيماني، انت اول نادي في مصر يجيب افريقي، صح؟ نعم. جبت موسيماني مظبوط. استهنا به، فكان في البدايه ايه؟ لا احنا يعني احنا اكبر ان احنا نجيب من بره، دايما نجيب اوروبيين نجيب كده. ايوه. ونجح. لا موسيماني نجح طبعا. نجح. اديني مدرب لم ينجح مع الاهلي. لا في مدربين كتير. لا لم يعني بتبقى فتره انتقاليه. ما كانتش الظروف لا يعني. الفتره انتقاليه. صحيح. لكن انا احسب نجاح المدرب، انا اخترت المدرب. ايوه. لديه الامكانيات ان يكون مدرب. تقييمك بقى لمحمد الشناوي خلال هذا الموسم مثلا. يعني التقييم مبين من اداء الجدول، انت النهارده عندك 5 مؤجلات وانت الاول. فده معناه ان انا اي فريق بطل لابد ان يكون عنده حارس على مستوى عالي. حقيقي. واللي يلعب للنادي الاهلي الى اكيد مستوى عالي، فانا دايما اتعامل بالارقام مش بالعاطفه. 5 ماتشات لما الاهلي يكسبه هيبقى هيفرق بفرق كبير عن البتاع، فمعناه ان عنده حارس مرمى على ذات قيمه وبقيمه النادي الاهلي. في الدوري العام المصري بتتفرج عليه كويس؟ يعني نتابع الماتشات المهمه بس. لان بصراحه مين اللي بيلفت نظرك في حراس المرمى يعني في الدوري العام؟ بصراحه بيلفت نظري الشناوي، احمد الشناوي ده حارس موهوب. احمد الشناوي بيراميدز. بيراميدز حارس موهوب. ابو جبل فتره افريقيا قلنا هيعمل شيء، النهارده مش موجود حقيقي. صبح شويه بدا يظهر، بس يعني عواد اسمه محمد عواد؟ لا جاد. محمد جاد. كان الموسم اللي قبل فات كويس. محمود جاد النهارده مش موجود، فده يرجع لعمليه الاستمراريه بتاع اللاعب. يعني النهارده ما نقولش الشناوي النهارده مستمر، لان ملتزم عنده الامكانيه، الفريق حاله الفريق نفسه، ده كلها عوامل بتخلي الحارس دايما يبقى في التوب. اخيرا يا كابتن احمد، الـ 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 الرخصه او كونك محاضر في الـ الـ
الاتحاد الاسيوي. في الاتحاد الاسيوي، هل دي بتختلف ما بين الاتحاد الاسيوي والاتحاد الافريقي الرخصه نفسها؟ تختلف اختلاف كله وجزئي. بمعنى انت تم وقف الدورات الافريقيه، مش عشان بس نفرق بين رخصه وبين دوره. الاتحاد الافريقي او وقف الدورات الافريقيه من 2018، لسه راجعه عندنا في مصر من حوالي 6 4 شهور، مش عارف 3 شهور كمان يمكن. دليل ان مفيش منهج معتمد في افريقيا مش في مصر. اوكي، بس ده بيزعلني انا كمصري، لان احنا اللي اسسنا الكره في افريقيا، احنا صحيح. اكتر جامعات موجوده، احنا اكتر ابحاث، لكن في للاسف ما عندناش منهج. وبدانا متاخر. يعني تخيل حضرتك، احنا مثلا ناخد البي في انجلترا باخدها على سنتين. هنا الدوره تاخدها، انا ما اعرفش النظام بتاعهم ايه يعني. 3 ايام. لا ما اقدرش. لا لا مش 3 ايام طبعا، شهرين مثلا ولا حاجه. لا اقل. فهنا الوضع مختلف، احنا بنعمل 5 اكزام، 5 امتحانات كابتن اسلام. وبتنزل تطبق على الفريق. يعني انا في امريكا كان عندي ازاي تكون مدرب منتخب. اوكي. ليسن مش رخصه، مش دوره، في فرق بين الرخصه وبين الدوره. الرخصه يعني تمر بعده امتحانات، تقدم بروجكت معين، فالوضع مختلف جدا. هي ديت الفرق كبير. انا عشان كبير. عشان انا النهارده مساعد في الرخصه، ايه بقى لها 7 سنين بحاضر، يعني كاتيجوري غير يعني. واخد امريكا، المانيا، فرنسا، زي ما حضرتك عايز يعني. فده كل ده بيفرق. يعني الواحد نفسه ينقل الثقافه دي للقطاع بتاعنا احنا بقى، بتاع هنا بحري في مصر. طبعا. لا انقله بس انقله القطاع بحري، انقله القطاع الصعيد، خلي القاهره. انقله انت ده. الوضع هيبقى مختلف صدقني. طبعا هتروح لاتجاهات اخرى وشكل مدربين اخرين، وحتى طريقه المدرب في الوضع بيتغير. الوضع بيتغير. وانت حضرتك لعبت في الاسماعيلي ولعبت مع مدربين كبار وجيت النادي الاهلي. طبعا. انت كلاعب النهارده بتعمل تيست للمدرب. انت بتعمله تيست. اذا المدرب مثقف وعنده مدارس مختلفه بيقدر يتعامل. وانت سبق كلمه هاخدها من حضرتك، المدرب عنده 35 لعيب ب 35 شخصيه. صحيح. ب 35 فكر. عشان كده بتدرس علم نفس، انت بتقولي بتدرس علم نفس. بعمل ماجستير في علم النفس. ان شاء الله. بامتحن حاليا الحمد لله. لان عشان الحاجات دي، ما هو انت النهارده بتتعامل في النهايه مع انسان. الانسان ده جانب نفسي، جانب فني، جانب بدني، ده مهم. فلازم الاربع جوانب انت كمدرب، وخاصه انا بحاضر، لازم انا اقدر اتعامل مع الاربع جوانب اللي بيتعامل بهم اللاعب. حقيقي. النهارده بقول لحضرتك، اعتقد ده فرق معاك في وجودك في نادي الجزيره برضه. والله نادي الجزيره بصراحه عملوا معايا كتير بصراحه، لان هم سافروني المانيا، فرنسا، امريكا، اهلوني بصراحه. اكون واضح يعني، لان انت عارف الحاجات دي مكلفه جدا. طبعا طبعا. والحمد لله يعني امور ماشيه. ربنا يكرمك يا كابتن، ونتمنى لك يا رب المزيد من التوفيق خلال الفتره اللي جايه. انا بشكرك جدا على وجودك. وانا بشكر حضرتك على سلامتك. ربنا يبارك في حضرتك، وبشكر حضرتك على الاستضافه. تنور. شكرا. شكرا كابتن. شكرا جزيلا كابتن احمد. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل احمد مجدي ومحمد جمال في ضيافة البيت الكبير. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. خلوني أرحب بضيوفي في هذه الفقرة، الأساتذة محمد جمال وأحمد مجد. ازيك يا محمد؟ ازيك يا كابتن؟ أخبارك إيه؟ مبسوط طبعا أنا معاك طبعا. أكيد. ربنا يخليك يا حبيبي. ازيك يا أبو حميد؟ ازيك يا كابتن؟ أخبارك إيه؟ زي الفل الحمد لله. أبدأ معاك على طول يا جيمي بفوز النادي الأهلي بالترجي 6 مرات. أعتقد الترجي تحس إن هو بالنسبة لنا يعني نادي كبير وعظيم وكل حاجه، ولكن بالنسبه للنادي الاهلي الحمد لله ان هو بتقدر تكسب الترجي 6 مرات. بص يا كابتن، هو دايما ميزه النادي الاهلي ان هو بيقدر يحترم الخصم مهما كان ظروفه. صحيح. مهما كان الظروف اللي بيمر بيها، مهما كان ظروف المباراه، النادي الاهلي بيعرف دايما يستغل اللقاء بشكل كويس وبالشكل اللي هو عاوز يخرج بيه من المباراه ويحقق اهدافه منها. ايوه. يمكن اكيد فوزك 6 مرات في استاد رادس او على الترجي التونسي، منهم طبعا مرات قبل كده توجت قبل كده بلقب دوري الابطال على حساب الترجي. دايما الترجي بيبقى الاهلي بيعرف يلعب الترجي بشكل كويس جدا وقت ما يكون محتاج اكيد المباراه. يمكن اكيد في مباراه خسرناها، ولكن المباريات اللي احنا كسبناها كتير، والمباريات تقول لك قد ايه ان النادي الاهلي بيعرف يلعب بره ملعبه برده بشكل كويس جدا. انا بصراحه كنت سعيد بقياده مارسيل كولر للمباراه، كنت سعيد باختياراته للتشكيل، ان هو دخل المباراه بشكل جدي بشكل كبير جدا، ما فكرش في ظروف نادي الترجي التونسي، بالعكس ما فكرش في اصابات، ما فكرش في غياب جمهور، كان محضر لعيبته ذهنيا وفنيا بشكل كبير جدا. وذهنيا دي مهمه قوي،
انك انت ما تستهونش بالمباراه، لان كان في قبلها كده لو حضرتك تفتكر كان في نغمه كده ان الترجي مش الفريق اللي يقدر يكسبنا في الوقت الحالي. صحيح. وده كان شيء انا كنت بشوفه خطر جدا، لان ممكن لو وصلت لي بعض اللاعبين ممكن الموضوع يوصل ان المباراه تبقى سهله. ولكن كنت مبسوط جدا بلعبه النادي الاهلي واصرارهم حتى على ان هم يسجلوا واحد واثنين وثلاثه، على حتى بعد الهدف الاول حته انك ترجع وتشوف رد فعل الترجي وتكون قد ايه واقف على رجلك في الملعب. ده كان امر مهم قوي على مارسيل كولر. حته حتى التغييرات في المباراه كانت ادارتها برده بشكل كويس عشان تسهل عليك مهمه، يعني مهمه الاياب دي بشكل كبير قوي. انت داخل دلوقتي مباراه الاياب واكيد هنتكلم عليها، عندك حلول كتير، عندك تفكير بشكل كبير جدا انك قد ايه تقدر تلعب عدد كبير جدا من اللعيبه. بشوف ان الرجل الاول بتاع مباراه الترجي اكيد هو مارسيل كولر اللي ناجح جدا مع النادي الاهلي بهدوءه، ده اول حاجه انا يعني بشوف كولر فيها. ثم اكيد التفكير بشكل كويس جدا فنيا، حته التغييرات لا بشوف ان هو ادار مباراه الترجي بشكل كويس، والاهلي خرج بالعلامه الكامله 100% من كل حاجه هو محتاجها، سواء مباراه من غير اصابات الحمد لله، مباراه من غير اي حاجه تقدر او لعيب يغيب عن مباراه الفاينل. حته انك تفوز 3-0 بتصعب المهم بشكل كبير جدا على الترجي. احمد، المستوى الثابت والمتميز للنادي الاهلي مع مارسيل كولر خلال هذه الفتره، ايه رايك؟ طبعا يعني هو من الاهم، انا اسف، الاهم ثبوت المستوى او ثبات المستوى، من ثبوته. ايوه ثبات المستوى، لانه هو ده الاهم طبعا. وفي شويه حاجات هو الراجل يعني بارع فيها قياسا لمدربين الاهلي السنوات اللي فاتت، بتقول لك ليه الاهلي بيوصل للمرحله دي في افضل حاله. وانا لو تفتكر حضرتك قبل الماتش كنا قلنا انه من سنين طويله جدا الاهلي ما وصلش بالعدد ده من اللعيبه غير المصابين، وداني ان شاء الله نمسك الخشب يعني عشان اللعيبه تفضل سليمه باذن الله لحد ما الموسم يخلص ان شاء الله. بس الشيء المهم برضو ان الراجل ده خد كل اللعيبه، اختبرهم فعلا كلهم، وادى الفرص لمعظم اللعيبه او اكبر قدر من السكواد عشان يقول لك فعلا ان انا عادل وان انا قادر اوزع خياراتي. ولما وصل لتشكيله اساسيه مكونه من 11 لعيب كان عليها اتفاق من كل الناس بما فيهم اصغر واحد في الجمهور. هي دي النقطه اللي فعلا كولر برع في انه يوصل الاهلي ليها في الوقت ده، مع ان عناصر اساسيه كتيره جدا فقدها. لو جينا نبص احنا دلوقتي شايفين التشكيله الاساسيه لان دي افضل تشكيله بتلعب دلوقتي، ولكن لما كان كريم فؤاد مثلا في بدايه الموسم هو نجم الفريق واتصاب بالرباط الصليبي، كنا شايفين ان الحته ديت جزء كبير من لعب مارسيل كولر هيختلف تماما لمجرد اصابه كريم فؤاد. صحيح. لما حصل ان اكرم توفيق اتصاب في مركز الباك رايت كنا قلقانين جدا العمق بتاع التشكيله يفقد، ولكن محمد هاني، والنقطه الاهم غير محمد هاني وغير كل اللعيبه وغير كل الاسماء، ان الراجل ده ال 11 لعيب الاساسي اتطوروا تحت قيادته. دي صحيح. نقطه مهمه جدا، ال 11 لعيب مستواهم زاد من اول محمد الشناوي لحد كهربا وبيرسي تاو وحسين الشحات. احنا بنشوف افضل نسخه هجوميه للاهلي من سنوات طويله جدا على مستوى الخط. بنشوف افضل نسخه في خط النص من مده طويله وباعلى خيارات، وزي ما قلنا بنوصل لحد الامتار الاخيره في الموسم واحنا في جاهزيه بدنيه وفنيه وذهنيه عاليه جدا. النقطه اللي اتكلم فيها جيمي انا بضيفها وبقول ان الراجل ده فعلا بيعرف يشتغل ذهنيا، ونقطه التصريحات اللي قالها بعد الماتش دي تصريحات كبيره جدا، انه لسه حاطط لمهمه الاياب اهميه كبيره، وقال ان احنا ما عملناش اي حاجه غير ان احنا حسمنا 90 دقيقه، وقال ان الترجي فريق كبير. كل ده عكس اللي الترجي دخل بيه الماتش، الترجي منقوص والترجي ناقص والترجي كل حاجه. ونبيل معلول قبل الماتش بيقول ان احنا قاريين الاهلي وعارفين هيلعب ازاي وما الى ذلك. كل دي صراحه تصريحات انا شايف انها ما كانتش موفقه. وبعض الهجوم برضه التوانسه اللي اكدوا ان مباراه الاهلي هتكون محسومه سلفا. هم النهارده صح يعني النهارده في كتير من الاشقاء التونسيين بداوا يعني يستفيقوا من اللي حصل، بس رجعوا بيقولوا انه احنا ما ينفعش نقارن نفسنا بالاهلي في الوقت. طب ما احنا كنا بنقول يعني احنا يعني في ناس كتير كانت بتقول كده، فبلاش كان من الاول، لانه انت يعني كان مين بيحترم مين ومين ما بيحترمش مين قبل الماتش؟ كان واضح قوي مين الطرف اللي بيعامل التاني باحترام فعلي وبيقول للتاني انا بحترمك، ومين الطرف اللي كان بيقول المهمه سهله لانه في النهايه دايما انا بشوف كده، انا دايما وجهه نظري كده حتى اعلاميا، الكبار او الكبير سيظل كبير. بالظبط. بمعنى الترجي هيفضل ترجي مهما كانت ظروفه، مهما كانت اموره، مهما كان عنده مشاكل، مهما كان عنده ازمات، لكن الترجي هيفضل ترجي. بالظبط. الصفاقسي هيفضل الصفاقسي. على فكره اللاعبين المصابين اللي الترجي اللي غايبين عن الترجي، الست لاعبين المصابين هو حمدو الهوني والعنصر الاساسي. وغيلان غيلان مش اساسي السنه دي. غيلان مش ممكن يؤثر شويه. ايوه مؤثر يعني، انت عندك يعني في عمق التشكيله انت عندك اكرم وكريم اساسي يعني ما حدش اتكلم فيهم. عمرو السوليه برضه
يعتبر لسه راجع موجود ده يقول لك ايه؟ ده يقول لك ان مارسيل كولر عرف يجهز الفرقه كويس. انت دلوقتي بتتكلم عن عدد اختيارات كبير جدا. الاختيارات دي جت من ايه؟ جت من مشاركات اللعيبه في بطوله الدوري بشكل كويس. الروتيشن عمله بشكل صح. هو دخل اللعيبه في اوقات هو محتاج ان اللعيب يلعب بشكل جدي. يعني هو مش منتظر ان هو يوصل لاخر ماتشين او ثلاثه في بطوله الدوري او الراجل حسب بطوله وبيدي لعيبه. لا، هو في ماتشات هو محتاجها وبيدي لعيبه. انت دلوقتي في كل مباراه بتبقى داخل انت مش عارف مين الثلاثه اللي هيلعبوا من الاربعه، سواء مروان او ديانج او عمرو سولية او حمدي. أيوة. انت مش عارف هو يلعب بطريقه الثلاثه في وسط الملعب ولا يا احمد هيحط الكندوسي او هيحط قفشه. انت بتتكلم برده حتى في خط الدفاع انت مش عارف متولي وعبد المنعم ولا عبد المنعم وياسر هيدخل مع متولي. صح. فده كل ده يقول لك قد ايه ان الراجل عرف يعمل الروتيشن بشكل كويس. وطبعا حدث ولا حرج على الخط الهجومي، طاير والشحات وبيرسي ولا كهربا ولا شريف، كل ده ناتج عن كولر. اللعيبه مساعداه بشكل كبير جدا، ولكن هو برده عرف يعمل الروتيشن في ماتشات الدوري بشكل كويس. مره يدي شريف وقت هو محتاجه فيه فشريف يسجل فيكسبه، مره يدي كهربا فكهربا يسجل فيكسبه، حسين ياخد فيتطور ويصنع 8 اسيستات في وقت قليل جدا فيكسبه. كسب برده نادي الزمالك، كسب بيراميدز، كسب كاس مصر، كسب السوبر. فكل ده خلاص كان ناتج ان كولر عرف يشتغل على الفرقه بشكل كويس قوي. اختياراته في الصفقات الشتويه توري لك ان هو بيعرف يختار. لا ومش مجبر، يعني اللي اقصده انه اتفضل يا جيمي لو عايز. لا يعني اللي اقصده ان هو ما جابش برده عدد كبير يا كابتن من الصفقات. هو ركز قوي وقال انا محتاج اشوف القوام اللي عندي، لان برده خلينا متفقين كان في بعض من اللاعبين ممكن تتظلم في صح. تقييم الموسم الماضي في وقت سواريش والوقت ده كان ممكن في لعيبه تتظلم، ولكن دلوقتي بعد ظهور اللعيبه دي انا بشوف النادي الاهلي مش محتاج الصفقات الكتير. صح. ممكن النادي الاهلي يحتاج جناح، ممكن النادي الاهلي بيحتاج دايما مهاجم يكون افريقي، ممكن النادي الاهلي بيحتاج ده يعمله مدرب واثق في نفسه. بالزبط. يعني هي دي النقطه اللي تقول لك المدرب واثق في نفسه ولا محتاج دايما انا عايز ناس. لا، في مدرب يعرف متاكد انه هيطور اللي موجودين. يعني بيرسي تاو كل المدربين اللي اشتغلت معاه فيما مضى هو الراجل امكانياته احنا عارفينها، بما فيهم اللي جابوه وده ما يعيبش كل الناس. بس يعني النقطه المهمه انه يعني احنا برده لما نتكلم على كولر ما نتكلمش عنه بشخصه، بجهازه ده مهم جدا. صح. يعني الجهاز اللي بيتحرك معاه واللي نعرفه واللي بنسمع عنه واللي عارفينه كمعلومات ان الراجل ده شديد الاستماع لمساعديه المصريين وغير المصريين. فالراجل ده فعلا باني شيء مؤسسي جيد جدا. وتاني انا بشكر اي حد حط عينه على الراجل ده لسبب مهم، ان الراجل ده بيخلي الفريق محترم داخل وخارج الملعب. يعني تصريحاته بعد الماتش بصراحه انا شفت فيها راجل كبير جدا، مش مهتم خالص بالانزلاق لكسبنا وكسبنا هنا والمواضيع دي كلها احيانا بتاخد من المدرب وبتاخد من رصيد المدرب، وخصومنا احيانا بيلجأوا ليها في كل الاوقات. انه تمام لو كسب الاهلي 1-0 في اي منافسه بيعملها يوم وطني، يوم احتفال للبلد كلها. لا، ده اسمه المدير الفني لسان داونز عندما سئل عن الجمهور قال لا، ما انا لعبت ضد الجمهور في مباراه الاهلي. بالظبط. يعني دايما كله بيستحضر. ايوه بيستحضر. يعني ماكوينا بيستحضر الاهلي او كل الناس بتستحضر كله كابتن عينه على النادي الاهلي. نعم، كله عينه على النادي الاهلي. طبعا ده اللي انا بقوله يعني. فيعني الراجل ده بصراحه اختيار انا شايفه اختيار جيد جدا، وكونه اختيار كان مبني يعني ما كانش الراجل دوت بقاله سنتين متالق في منتخب ما او نادي ما، فده يقول لك ان العين اللي اختارت عن تقييم كامل للشخص والمدرب والشخص قبل المدرب. لان فعلا الاهلي ممكن يحضر له مدربين بكواليتي عاليه جدا، ولكن تظل الحته الشخصيه اللي تخلي الفرقه واصله دلوقتي. انا بشوف وانا صحفي ان الراجل ده اقل نسبه مشاكل خرجت لاي حاجه كانت في عهده. اقل نسبه. ليه؟ عارف ليه؟ بصراحه تقريبا 95 97 98% من اللاعبين لعبوا. بالظبط، واحد او اثنين. النقطه دي شديده الاهميه. صح. وده يعمله المدرب العادي. حتى كابتن اللعيبه اللي ما لعبتش معاه ما اتكلمتش، ودي برده كانت نقطه مهمه. بمعنى ايه ما اتكلمتش؟ بمعنى ان هم حاسين ان هو برده الراجل بيتكلم معاهم فني. يعني هو الراجل عادل، الراجل بيحط ايديه على اللعيبه كلها بتشارك، مفيش لعيبه ما شاركتش. اللعيبه او اللاعب عمره ما هيشوف المدرب اللي ما بيلعبوش عادل. مهما كان اللعيب ما بيشوفش نفسه، انا بشوف نفسي بس. بالظبط. صح. لكن المدرب بيشوف اسلام ومحمد واحمد بيشوف ال 35 لاعب، فبالنسبه له اسلام نمره 1، محمد نمره 2، احمد نمره 3. خلاص هو المدرب دايما بيعمل كده، اي مدرب في الدنيا بيعمل كده. بس كابتن اكيد بيدي واجبات. لا، كولر بيعمل، هو مصنف وجهه نظري يعني ان هو مصنف 1 و2 و3. بالظبط. ولكن بيلاعب 1 10 ماتشات وبيلاعب 2 8 ماتشات. لا وده ما بيحصلش، مش بيحصل. أيوه. كتير او ما بيحصلش 90% من الوقت ان في مدرب يلعب نمره 1 10
10 ماتشات ونمره 2 يبقى بعد نهايه الموسم طالع لاعب 8 ماتشات ونمره 3 لاعب 5 مثلا او 6. هقول لك على حاجتين يا كابتن، فعلا ده نتيجه واحد مدرب واثق في نفسه، ده اولا ان في ناس بتخاف ان ده ياثر في النتائج، ان رقم 2 ينزل طبعا. رقم 3 ياخد 20 دقيقه في ماتش انا كسبانه، عندك لو اتصاب يبقى مشكله كبيره. الراجل ده واثق في نفسه، واخد دعم كبير من الاداره، يعني متغطي من الاخر بكل الطرق. تاني حاجه مهمه جدا وحضرتك لعيب كبير يا كابتن، ان ما لو اللاعب مش هيقبل ده غير لو المدرب من الاخر مالي عينه، مالي عينه، مقنع ليه فنيا في الملعب في التدريبات في كل حاجه، غير ان هو مقنع ليه. برافو عليك. ولكن في نفس الوقت البطولات بالظبط صح، البطولات بتسكت. لا ده الراجل ده ثالث ماتش واخد بطوله بالزمالك، يعني سوبر كاس، سوبر وداخل في دوري، داخل دوري ابطال افريقيا، الدوري الحمد لله فارق خمس ثلاث نقاط او نقطتين عن فيوتشر اللي بينك وبينه خمس ماتشات فرق، فكل حاجه الدنيا ماشيه. فالبطولات وان انا لعبت في البطوله انا كلاعب بقى رقم اثنين او ثلاثه بالزبط. ولعبت شاركت وشاركت وموجود في كل البطولات، في كل البطولات انت هتلاقي اللعيبه لعبت في كل. كابتن نادي الاهلي في منه لعيبه الموسم ده يمكن مشال رقم واحد بالنسبه للتشكيل الاساسي وتواجدت في منتخب مصر بالظبط. انت بتتكلم على لعيب زي ياسر ابراهيم في بدايه الموسم لما ما كانش بيشارك بصفه اساسيه، كان محمود متولي وكان محمد عبد المنعم، ولكن عشان رجليه كانت في الملعب بطريقه ضمه. بتتكلم حتى على مروان عطيه بعد انضمامه مباشره، لما الراجل كان متاخد قبل كده من روي فيتوريا، ولكن حتى لما ابتدى يشارك مع النادي الاهلي، شوف توقيت مشاركه مروان عطيه مع النادي الاهلي، مباراه صعبه جدا مباراه الهلال، توقيت المباراه انك تديله بشكل اساسي، واول استدعاء لاحمد عبد القادر مع كولر، احمد عبد القادر كان برده مع كولر. الراجل عرف يا كابتن يدي لكل لعيبه، دي نقطه مهمه جدا، المباراه اللي هو يقدر يشغل فيها نفسه بشكل كويس قوي عشان يكتسب ثقه. بص ازاي رجع محمد شريف، انت بتتكلم على كاس عالم انديه، بتتكلم على بعض الانتقادات، رجع في بطوله الدوري اداله ماتشات معينه، قدر الراجل يسجل اهداف، ابتدت الثقه ترجع من جديد. بتتكلم حتى على كهربا وتوقيت مشاركته بعد غياب، الراجل جاهز بدنيا، الراجل جاهز فنيا، ابتدى ان هو يكون اللعيب الاساسي بالنسبه لك ولعيب مميز بالنسبه لك. انت دلوقتي في تشكيله مباراه الترجي، حتى لو الناس بتقول تغييرات، ولكن انت لو بصيت على اللعيبه اللي هتلعب مباراه الترجي حتى لو تم التغيير هتلعبوا كتير صح. انت لما مباراه بيراميدز بتبدا فيها مباراه كاس السوبر باحمد الكندوسي، انت مش حاسس كمشاهد او كناقد او ايا كان في حلقه مفقوده، ان في حلقه مفقوده او حاجه ثانيه، ان اللعيب ده جديد على التشكيل صح. او ان اللعيب ده مفاجاه التشكيل. انت دلوقتي بتدخل المباراه مش عارف عبد القادر اللي هيبدا ولا بيرسي، حسين هيبدا ولا طاهر، بتتكلم على مين اللي هيبدا، شريف ولا كهربا. ده يقول لك قد ايه الراجل وصل للتناغم بين اللاعبين بشكل مميز. لا يا فندم، في ماتش الترجي كمان كان في كذا كوره، يعني سيبك من الاهداف والكلام ده، في كذا كوره كان بيرجعها تبدا من الشناوي، وتحس في شغل كبير بترجع للشناوي، الشناوي اللي بيبدا الهجمه اللي قلب الدفاع اللي جنبه بتروح للنص. ان في شغل، ميزه ان الشغل بيتكرر مع اسلام او احمد صح. او محمد متحفظ صح، ده معناه ان في شغل متحفظ في الملعب وماتش تحفظ للمره واحد واثنين وثلاثه الباص بتاع معلول اللي بقى بيتعمل من ورا الديفنس، ده بقى بيتعمل كل ماتش ثلاث واربع مرات، لو تجميه اللي بيروح للاسترايكر على طول بالظبط. الباكات ما بتطرش في الاول، وبعد كده بتيجي عند وقت معين من الماتش بتتحول احيانا لرابع خط نص صحيح. او وينج رابع، او يعني على حسب هو تشكيلته الهجوميه ايه. احمد اللي من وسط الملعب للهجوم مميزه جدا بصراحه، انا بشوف مدرب محترم يعني لاقصى درجه، تكتيك وما عنديش مشكله. يعني انا مش عارف بس الناس ليه بتزعل لما نقول دلوقتي في لحظه الانتصار، الكلام ده بيزعل ليه؟ يعني المفروض اقول ده دلوقتي، المفروض ده يتقال في لحظه الانتصار، لانها حقيقيه، وانا لازم استدعي انتصار مزيف او انتصار وهمي، واتكلم انا لما اكون في انتصار فعلي او لحظه فعليه جيده ان شاء الله تكمل. طب ما انا لازم اتكلم، انا لازم اتكلم واقول ان في انتصار وفي مدرب كويس ومدرب محافظ. بتتكلم على اربع فاينال دوري ابطال افريقيا في اربع سنين، هيعدد عليا ومش هتكلم؟ يعني هيعدد عليا ومش هتكلم؟ دايما في مثل هذه الظروف اقعد اتفرج كده وابص اقول، ويقول لك الاهلي اصل عندهم نوع، والله يتقال لي كده، هو بس اسلام من بعض من لا يشجع الاهلي، والاهلي رائع وكل حاجه، بس عنده نوع من انواع الفشل. ايه الفشل؟ ايه نوع من انواع الفشل؟ يقول ان هو ما خدش بطوله افريقيا. طب يعني طب السنه اللي فاتت ما خدتش بطوله افريقيا. لا، ولما كابتن عدلي قال لك بيتغذوا على ما على اللي في الاهلي بيسيبه، يعني الاهلي بيسيبه. يا بختهم. يا بختهم. لا. يا بختهم. اربع سنين يا كابتن. فبالتالي بالظبط، انا لو ابص ان انا في نهائي افريقيا اربع سنين متتاليه، خدت منهم اثنين وان شاء الله خسرت واحده، ويا رب تبقى الثالثه موجوده معانا. سته من اخر سبعه، فسته من اخر سبعه جدا، ثمانيه، هو تسعه من اخر 13. انت ازاي بيجي لك قلب تقول حاجه تقول حاجه على الاهلي؟ لا، وقبلها يعني انت بتقول تسعه من اخر 13، قبلها 2005 2008 يعني الاربع سنين دول برضو الاهلي كان موجود في فاينل دوري ابطال افريقيا. هو دايما الاهلي ما بيبعدش، عشان نقول ان النادي الاهلي فشل. لا، ولما بعدنا في 13، يعني لما بعدنا الفتره دي خدنا كونفدراليه في 15 بالظبط،
لما رجعت ل 16 نهائي 17 نهائي 18 بطوله 20 بطوله 21 فاينل 22. فانا مش عارف يعني مين ليه حق يتكلم عن انجازات غير الاهلي في قناه، يعني انا مش عارف مين ليه حق يتكلم عن انجازات. طب يعني انا نفسي افهم بيعرفوا يستدعوا ازاي. بطل تطبيل بقى يا اخي. لا مش عارف والله. بطل تطبيل بقى يقول لك كده، يقول لك بطل تطبيل. لا يعني امتى، طب امتى الواحد الاهلاوي يكون سعيد؟ امتى طبل؟ طيب يعني انا عايز اطبل معاه ايه؟ طيب اعمل امتى يعني؟ ده فريق الجماهير كمان الطموحات بتبقى بتزيد جدا، ان انت حتى مشارك في كاس العالم بيبقوا بيتمنوا انك انت تكون محقق مركز كمان متقدم، رغم ان حققت قبل كده برونزيه 3 مرات. فده كل ده بيقول لك قد ايه ده نتاج عن ان انت يعني ظهرت بشكل كويس قوي في دوري ابطال افريقيا، بتظهر بشكل كويس جدا في البطولات المحليه. والنادي الاهلي من امتى بيبعد عن البطولات المحليه؟ الاتجاه دلوقتي ان هو يقول لك ايه؟ اصل الترجي ده فريق ما وحش، مش احنا. طب والرجاء كان وحش؟ ايوه. لا الرجاء طبعا فريق وحش. لا الرجاء وحش. والهلال كان وحش طبعا. الناس دي كلها فرقه. طلعت بأطهر الطاهر اللي بنشكره بالمناسبه، احنا بنشكر أطهر الطاهر. لا وبعدين ده متكرر في كل شيء قبل النهائي وبنلعب الترجي متكرر في كل شيء. يعني أطهر الطاهر، شكرا أطهر الطاهر. يسري بوزروق بتاع الرجاء، شكرا يا يسري. وبتاع الباسكت النهارده، شكرا يا جونسون. يا جونسون وشكرا لكل. بس انت ما بتشوفش مثلا ان الاهلي ده ضرب الجزاء في ماتش صن داونز؟ مش مهم عنده. ما بتشوفش انه الاهلي كان ممكن يتاهل قبل كل ده؟ لا برضه. ما بتشوفش ان الرجاء حتى لو كان جاب البلين كان يبقى 1-0 وحظوظنا في ايديه في رجلينا لسه؟ لا برضه. ما بتشوفش ان حتى ضربه الجزاء المحتسبه للرجاء كان فيها شيء من شيء من الجدل يا عمي وتتكلم فيه؟ ركله الجزاء في الهلال بقى مش شيء. والشناوي لما صدها ما يصدش، يعني الجون ما يصدش بتاع الهلال دي ما يصدهاش. يعني هل انا مطلوب مني كحارس مرمى ان تيجي عليا ضربه جزاء فلازم لازم تدخل جون عشان ارضي نزعه الحظ اللي جواك؟ يعني النزعه دي لو ما رضي كابتن فلان الفلاني لان لو ما قلتهاش عشان يبقى لا. هو شفت انا قلت كلامي صح؟ انا بصراحه مش فاهم يعني وراه. هو بيني وبينك انا عايز افضل ماشي ورا كابتن فلان وكابتن علان وكابتن ترتان، عارف ليه؟ لغايه لما ربنا يكرمنا ان شاء الله. مشكلة عدوى دي وصلت لاشقاء، يعني للاسف في اشقاء بتوصل لهم المساله دي. بحس ان هم شبه ناس احنا عارف، يعني شبه شخصيات احنا بعد ما لا يشجع بعض ما لا يشجع النادي الاهلي. فيعني بشوف برضو نفس القصه اللي هو ايه، سايب كل حاجه وسايب، معلش يعني مع احترامي الشديد، ان تفوقت عليك اقل ما لفظ ينفع يتقال ان تفوقت عليك في فرادس. وبتبص برضو ده اطهر الطاهر، بتبص لده وبتبص. طب يركز في ال 90، ركز في شوف اللي حصل في ال 90 دقيقه. ال 90 دقيقه دول ما بيدوكش اي حاجه. الماتش ده احنا زعلانين جدا انه ما خلصش رقم اعلى. يعني مثلا الجمهور، انت بس محظوظ عشان الاهلي كان بيلعب الترجي في اسوء حاجه، وده اللي بيتقال مش ده اللي بيقولوه. تمام، المفروض نلعب كل الناس. واحنا ما نبقاش، سيبك من كل ده. طب ما طبعا، ولكن لو لم يكن الاهلي قويا، لو لم يكن مارسيل كولر يضع احترامش كمان يا كابتن، لو ما احترمش الاسلوب المناسب والخطه المناسبه ما كانش هنكسب صح بهذا الشكل. مهما كان انت بتلعب الترجي في أسوأ حالاته افضل من انديه كتيره جدا. صح. جدا. بما اننا بنتكلم عن المباريات الخارجيه، نطلع نشوف انفوجراف عن انتصارات النادي الاهلي خارج قواعده ونرجع نكمل. مين اللي هيبقى ماسك الترجي في المباراه اللي جايه؟ بص يا كابتن، لسه في كلام كتير طبعا، يمكن من ابرز الكلام برضو بيتكلموا على جايين بكره تيالي. جايين الاربعاء اعتقد الاربعاء. يعني بنسمع كلام كتير جدا طبعا على كابتن انيس بوسعيدي، وبنسمع كلام على معين الشعباني من سيراميكا كليوباترا. يمكن زادت الامور شويه تكهنات ان النهارده معين سافر تونس. لتونس. بس انا اتصلت بناس في سيراميكا كليوباترا واتكلمت معاهم، قالوا لا هو الراجل ماضي معانا تعاقد وفي شرط جزائي في كل حاجه، والراجل ما بلغناش بحاجه، والراجل احنا عشان لسه هنلعب يوم اعتقد 24 ففي وقت كبير جدا، فاعتقد معين مسافر اجازه عادي. فلسه هنشوف المباراه مين اللي هيقودها، ولكن اعتقد الترجي في ظروف يعني صعبه جدا جدا بالنسبه له. مفيش جهاز فني، مفيش. رادي الجعيدي اعتقد رفض. هو انا سفر معين الشعباني بالنسبه لي ابعده، يعني ابعده، لانه لو حد هو راجل كان قاعد في مصر كده ان هم جايين. فانا شايف مجدي، انا شايف مجدي تراوي. مجدي ممكن، مجدي تراوي هو الاسم الاقرب، لان هم عايزين حد عارف الفرقه يعدي بالماتش الجاي ده. عثمان نجار قريب، وعثمان برضه كان شغال برضه مع البنزرت 6 سنين، واشتغل مع معين الشعباني في البطولتين. هم هيفكروا كابتن في حل مؤقت بالتاكيد، بس برضه الترجي اعتقد هيروح لمدرب عربي يا احمد. يعني اعتقد ممكن برضه يروح لمدرب عربي فيما بعد كفتره اطول. يعني الفتره اطول. موسيماني مثلا اعتقد، انا اعتقد موسيماني وجهته هتكون المغرب. اعتقد يعني اعتقد ان موسيماني الوداد او الرجاء وسام اهلي جده خلاص. يعني خلاص تمش الاعلان الرسمي، ولكن ممكن في انتظار لعرض سعودي. بس هم عندهم، بس اعتقد، بس يا احمد هم عندهم وجهه نظر في اهلي جده ان هم الفتره الجايه في عندهم ازمه في الانتقالات، بس هم بيفكروا ان هم هيحلوها، وعندهم يعني تدعيمات بشكل كبير جدا هيعملوها، وعندهم تفكير في ماركو سيلفا مدرب فولا. فهم شايفين ان موسيماني مش راجل المرحله، وحقق خلاص الانجاز بتاعه. انا بشوف ان موسيماني هيرجع افريقيا، احساس شخصي، وان هو هيرجع افريقيا، وهو دايما وجهته تحس ان هو عايز يروح المغرب. يعني هو دايما هو
قال كده قبل كده يدرب الوداد او اللي انا عارفه ان هو عنده كمان عرض من كايزر تشيفز في جنوب افريقيا بس اعتقد ممكن لا يعني تقليل الفلوس للدرجه دي صعب اصل سان داونز اكتر نادي بيدي وكايزر تشيفز وبيتفست دي الانديه اللي بتدي جامد هناك حتى لو كان بيتفست متاخر شويه في الترتيب ايوه كايزر تشيفز هيديله لا مش هيديله الارقام اللي بياخدها يعني هو بياخد كان بياخد عليه جد رقم مش كبير بس خد مكافاه كبيره والله بتاهل طبعا لا لا يعني فلوسه هتنزل حتى عما كان بياخده بياخد في النادي الاهلي فما اعتقدش ان هو لا يعني الحركه دي حضرتك عارف موزيمان الموضوع دي احيانا بتفرق معايا يعني لا هو اكتر عايز يفضل في الصوره برضه هو عايز دايما يفضل برضه في افريقيا في دوري الابطال راجل خد ثلاث قبل كده بتتكلم على ثلاث بطولات رقم كبير واحده مع صن داونز واثنين مع النادي الاهلي معنى كده اصل هو هيروح المغرب يبقى هيروح يا وداد يا رجاء اعتقد هي وداد ورجاء اعتقد الوداد وداد برضه مستني المدرب بتاعه بتاع دلوقتي ده كمرحله هيشوف هيعمل ايه في افريقيا بس انا احمد انا شايف ان قرروا بس كان قرارهم صح ان هم يمشوا جريدو انا وجهه نظري الشخصيه كان قرار صح جريدو ما هو دخل في حاله برضه شراسه مع الفرقه فكرتني ببعض الحاجات اللي حصلت برضه كالعاده ان هو بيحس دايما ان في مؤامره من بعض اللاعبين بيحس دايما ان في ناس كلها بتتكلم عليه وحش هو دايما عنده الاحساس ده يعني من معلومات مؤكده الوداد والرجاء ومنتخب المغرب ما تعاندش اللعيبه اصلا هم شبهنا شويه لا ما تعاندهمش خالص لا يعني قصه التكتلات اللي جوه الفرق والحاجات دي صعبه جدا وشفناها لما كانت في المنتخب هم شبهنا كمان في الضغط في حته ان لازم تكسب الوداد لازم يكسب الرجاء لازم يكسب هم شبه الكره المصريه لازم الجماهير كلها متعطشه للفوز متعطشه لاداء جيد كابتن حتى على مباراتي سيمبا انت ما كنتش بتحس بفرق مش ده الوداد يعني لا مش ده الوداد لا لا رغم ان قوامه موجود بشكل كويس تدعيماته بشكل كويس جدا الفرقه واقفه على رجلها بشكل كويس جدا فانا بشوف ان قرارهم هم بيحاولوا يخلوه زي قرار الركراكي لما ضرب المغرب ومشوا خلوزيتش وان احنا جبنا طبعا دلوقتي المدرب فانت بتتكلم على قرار كان جريء شويه انت بتتكلم على قبل نص نهائي دوري ابطال افريقيا بس انا بشوف ان يمكن موسيماني لا بشوف ان وجهته راحه شويه للمغرب يا كابتن طبعا في كلام كتير على انديه كتير ولكن انا بشوف ان المغرب ممكن تكون وجهته المقبله اعتقد صعب الترجي برضو يدفع الرقم الكبير لموسيماني اللي هيحتاجه موسيماني خلي بالك برضو بيروح لفريق جاهز شويه عنده صفقات اختيارات الترجي يعني بتكون تونسيه اكتر يعني تاريخيا بس ممكن لان في الموضوع يعني مدربك جدا هناك يعني الموضوع يعني موضوع كبير قوي قوي فاعتقد كلها مقلقه من مستوى الفريق هو مش بيحب يحل يا كابتن برضو موسيماني مش من المدربين اللي بتحب تحل يعني بيحب دايما يكون الفرقه جاهزه شويه ويقدر ان هو مجرد يدخل عليها ببعض الافكار بتاعته وينجح بقى مره في مره لكن هو مش بتاع ان هو هندلت وضع كامل يعني وضع كامل مع اداره مع جهاز فني كامل مع لاعبين وانه يطلع لاعبين صغيرين لا مش سكه اعتقد يعني موسيماني طيب اهم الاوراق في الترجي ونقاط القوة والضعف يعني بشوف انه يظل بن حمودة كمحطة يعني سلاح جيد في من أسلحة الترجي كوليبالي في خط النص بس السلاح الأهم بكل الأحوال هو محمد علي بن رمضان حتى في أسوأ حالات الترجي وفي أسوأ حالاته وفي العزل الكامل اللي عمله عليه مروان عطية عارف برضو يطلع بكورة واثنين وثلاثة لأنه لعيب موهوب يعني لعيب موهوب عنده كورة في رجله والفتنس بتاعته عالية لعيب بيعرف يديك الستة والثمانية بسرعة يعني مرن جدا جدا في خط النص عنده حاجات مش موجودة عند كل اللعبة بتاعت الترجي من سنتين ومن ثلاثة شايل الفرقة دي على كتفه فعلا يعني هو بن رمضان شايل الفرقة دي على كتفه حتى في الدوري التونسي ماتشات كتيرة جدا بتخلص 1-0 بجون بن رمضان هو نفسه يا اما هو اللي عامل اسيست يا اما جايب ضربة جزاء فهو متحرك جدا سريع جدا بيديك صلابة بيديك حلول فمحمد علي بن رمضان افضل واهم حل للترجي بن حميدة في الباك ليفت صعوده قوي ولكن عنده مشاكل كتيره جدا وراه واضحه ورا ظهره ورا الظهر فيها لا عنده مشاكل يعني بس هو رجله يعني بيعرف يعمل اوفر يعرف يعدي يعرف يجري بيجري مفيش باك ليفت ما بيعرفش يعمل اوفر بس ورا ظهره مساحه شاسعه تقدر تلعب عليه ما اعتقدش الصراحه في اسلحه كبرى في الترجي دلوقتي وده مش كلامنا احنا ده كلام الاشقاء في تونس فاعتقد انه بن رمضان ده فعلا لعيب محترم لعيب كل لعيبه محترم بس ده لعيب يعني عنده موهبه كبيره في رجله ده اللعيب فعلا اللي تقدر تقلق منه في اي ماتش حتى لو انت متفوق في الذهاب بس انا متخيل ان مارسيل كولر هيعرف يتعامل معاه سواء بتغطيته من خط النص او بيبعده عن منطقه الجزاء لان هو من اللعيبه اللي بتعرف تصوب من بره منطقه الجزاء بشكل كبير. طيب برضو وسائل الاعلام التونسيه وماذا قالت عن هذه المباراه؟ طبعا هم اتكلموا على سوء بقى مستوى الترجي هم رجعوا بقى خلاص يعني في بعض الناس اللي بعد ما كانت تتكلم ان هم كانوا بيحاولوا يدوا دفع على نادي الترجي ان هو يقدر يكسب النادي الاهلي وانه باي ظروف يقدر يكسب ولكن بقى خلاص اتكلموا على ان الترجي التونسي بيفتقد اللاعبين بيفتقد جهاز فني قوي الفتره الحاليه ان الفتره خلاص اللي جايه مش بتاعه كابتن نبيل معلول وان هم شايفين ان لازم تغييرات من الاطار في الاطار الفني طبعا اتكلموا برده ان غياب الجمهور اثر بشكل كبير جدا على نادي الترجي التونسي
وده اكيد اكيد غاب الجمهور بيغيب عنك الحماس. ولكن طبعا انا بشوف برضه يا كابتن ان الترجي اللي هو فيه دلوقتي هو ناتج بشكل كبير جدا عن السنوات اللي فاتت من عدم تدعيمات بشكل قوي، من عدم انك انت مفيش رؤيه واضحه وخطه واضحه لنادي الترجي التونسي. قبل حتى مباراه النادي الاهلي يا كابتن كان في انذارات بتوضح قد ايه ان الترجي التونسي صعب ان هو يفوز على النادي الاهلي. كان خسر قدام الصفاقسي مع كابتن البدري، وخسر قدام الافريقي التونسي كمان، وخسران يعني كان هو خسران ماتشين كبار جدا في الدوري التونسي وعلى الخامس على الدوري يعني بالظبط. انت بتتكلم على ان الترجي في أسوأ حالاته. يمكن بقى هو اللي انا عايز اتكلم فيه هو تعامل بقى كولر الفتره الجايه مباراه الاياب. يمكن انا بتفق مع احمد في تصريحات مارسيل كولر في قصه الريمونتادا، وان في فرق كتير جدا عملت ماتشات كبيره. انا بتفق معاه بشكل كبير ان هو بيحاول يفوق لعيبته. بشوف ان هو كابتن هيلعب على حته، انت راجل لعيب كبير وعارف دي، هيلعب على حته اللعيبه اللي يمكن اللي هيديها المباراه دي، والتغييرات اللي هتحصل عن تشكيل مباراه الذهاب، ان هم كلهم عندهم دوافع ان هم يسجلوا في نص نهائي دوري ابطال افريقيا، ان هم يحسموا مباراه الفاينل، ان هم يوصلوا للفاينل بشكل سريع جدا في الشوط الاول من المباراه، ان هم برده ما يدخلوش الترجي في اجواء المباراه. برده الترجي خلي بالك هو جاي مش باقي على حاجه، خسران 3-0، فانت ما تدخلوش في اجواء المباراه من اول دقيقه اللقاء. اعتقد النادي الاهلي هيضغط بشكل كبير جدا. اعتقد النادي الاهلي يمكن حتى تغييراته في التشكيل مش هتبقى التغييرات الجذريه، ولكن في بعض اللاعبين اعتقد هنشوف لها ادوار. هنشوف دور اكيد لشريف، هنشوف دور اكيد للقندوسي، هنشوف دور يمكن حمدي فتحي. اعتقد كولر هيفكر ان هو يريحه عشان قصه الانذار اللي خده في مباراه الترجي. اعتقد كمان ممكن نشوف دور لخالد عبد الفتاح، سواء باك رايت او باك ليفت، ممكن يلعب مكان علي معلول عادي جدا بشكل كبير، ويدفع بهاني في مركز دور الايمن. بشوف ان كولر عنده حلول كتير جدا، ولكن اعتقد ان هو هينهي المباراه من الشوط الاول بحيث ان هو يقدر يحسم اللقاء بشكل كبير جدا بقى، ويريح الدنيا كلها عشان يبتدي يجهز مباراه الفاينل. وداد وسان داونز، شفت المباراه ازاي ويعني نسب الوصول للمباراه النهائيه بالنسبه لهم؟ يعني اعتقد انها ارتفعت مثلا 60-40 لسان داونز بعد التعادل. سان داونز مر باصعب موقف ممكن يمر بيه، هو طرد 2 لعيبه، واحد منهم من الدقيقه 40 او 42. لحد ما كان لعيب واحد مطرود كان سان داونز بيعمل كل حاجه هو عايز الملعب. فريق صعب جدا، صعب المراس جدا، بيعرف يلعب بسيستم واضح فعلا لكل حاجه، لبناء الهجمه بيضيق عليك المساحات جدا. يعني احنا هو بيفتح مساحات هو، بس بيضيق عليك مساحه اللعب، لان هو اللعيبه تكنيكال عاليين قوي، لان اللعيبه في الكره في رجليها سهله جدا جدا جدا، بيعرفوا يلاقوا نفسهم سرعة وقصيرين واجسامهم صغيره، فبيعرفوا يتخلصوا من الضغط. فسان داونز عرف ما كنتش حاسس ان الماتش ده في محمد الخامس، انا ما كنتش حاسس انه في ملعب محمد الخامس لحد ما الطرد حصل. الطرد حصل، الوداد بدا ياخد ثقه شويه في الجيم. كان برضو الوداد مثلا مش عارف دي كانت قبل الطرد ولا بعد الطرد، اعتقد كان ليه كورتين ثلاثه خطرين جدا. كان عندهم حارس مرمى حارس مرمى سان داونز روني ويليامز رائع ممتاز. انا بشوفه سلي برضه هفوات كده، ليه احيانا لحظات تجلي كده بتحصل. الكره بتاعت الهند لا صعبه جدا، صعبه جدا. ايوه الريفلكس عالي، الريفلكس عالي جدا عنده. حارس كويس، انا بشوفه فريق محترم جدا. بشوف ان ليه الفرصه الاكتر في جنوب افريقيا. بتمنى يعني انه يبقى الماتش يعني يحصل كل فريق على حقه كاملا في ماتش الوداد وسان داونز. سان داونز هيلعب من غير 2 لعيبه مهمين عنده. الوداد عنده الفرصه انه يستغل ده، خصوصا انه الوداد ما عندوش اسلحه كتيره برضه في مساله الاجواء الحاره والرطبه والكلام ده، اللي سان داونز هيعرف يلعب عليه كويس جدا في اياب نص النهائي. احنا سامعين ان النهائي غالبا ممكن يكون في اجواء ليليه سواء كده او كده، ولكن مش نفيه تماما وتقال ان هو لانه ما حدش يعلم لسه لحد دلوقتي بعد ان شاء الله يوم الجمعه او بعد يوم السبت كمان ممكن هيبان ساعتها. من الممكن جدا ان احنا نسال نجيب حد او نسال حد في الاتحاد الافريقي، ولكن انا بفضل ده بس مش عشان احنا واخدين 4 القاب في الظهريه، احنا واخدين 4 القاب في الشمس قبل كده في الاياب عند المنافس، فما فيش اي مشاكل عندنا في المساله دي. منهم القطن الكاميروني صح، منهم سان داونز نفسه في 2001 1-1 متعادلين مع 1-1 نفسه في الظهر. فلا اقصد ان ده حتى الان لم يتم الكلام في هذا الامر، لانه ما حدش عارف مين طرفي المباراه النهائيه مهما كانت نتيجه المباراه في الطرف الاول. اخر حاجه بس الحقيقه برضو خماسي من النادي الاهلي في التشكيل المثالي، التشكيل المثالي ليه راحت فين؟ مشيت من عندي الشناوي وعبد المنعم وبيرسيتاو وحمدي فتحي وشحات وحسين شحات. الحقيقه يستحق ويستحق اكتر من كده. انا بشوف ان محمد هاني اتظلم جدا برضو في هذا الامر. انا بشوف ان محمد فتره رائعه لي، اكتسب ثقه كبيره جدا، ففتره رائعه لي. يعني محمد هاني لازم يبقى، وجهه نظري يعني الشخصيه، لازم يبقى متواجد في التشكيل الامثل. 6 لاعبين
مع ان انا كنت بشوف ان التشكيل الامثل ان هو يحط ال11 بتوع الاهلي. هو الفريق اللي لعب يعني بكل يعني فريق المقنع الاكثر الاكثر اقناعا في نص نهائي دوري ابطال افريقيا بشهادة كله بالنتائج والارقام وبالارقام وبكل شيء. عموما نتمنى يا رب ان احنا نشوف مباراه جيده يوم الجمعه الجايه من النادي الاهلي. انا بشكرك جدا يا محمد على وجودك معانا. شكرا جزيلا. بشكرك جدا احمد على وجودك معانا. شكرا جزيلا. طبعا الف الف مبروك للاعبي كره السله وابطال كره السله في هذه المباراه او في هذه البطوله المهمه جدا والصعبه جدا جدا جدا، بطوله كاس او دوري السوبر لكره السله. زي ما حضراتكم شفتوا احتفلنا بالابطال النهارده. اعتقد ان بنسبه كبيره جدا الموسم السنه دي للنادي الاهلي في العاب الصالات حاجه رائعه جدا جدا جدا. 17 من 21 17 بطوله من 21 خلي بالك حتى الان لسه 16 صح بقوا 17 النهارده 17 من 21 ف 17 من 21 بطوله يعني شيء خرافي. نعم شيء خرافي. شيء يعني مش احنا ملوك الصالات. احنا مش ملوك الصالات. لا احنا مش ملوك الصالات. وشكرا لقطر الطاهر ان هو خلانا نبقى ملوك الصالات بما انه كله بيشكر قطر الطاهر. عموما الف مبروك لرجال وابطال كره السله وان شاء الله بكره احتفال او احتفالنا بسيدات السله برضو مع ابطال او بطلات السله يكونوا معانا على الهواء مباشره نحتفل بيهم ان شاء الله لو يعني كانوا فاضيين بكره ان شاء الله وييجوا يحتفلوا مع جمهور النادي الاهلي ومع حضراتكم من خلال البيت الكبير. عموما دي كانت حلقتنا النهارده. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وغدا حلقه جديده من البيت الكبير.